اهلا وسهلا، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وعال العال. يا اخي سبحان الله سبحان الله، والله بقى الدنيا قامت من يوم الخميس وما قعدتش لحد دلوقتي، وغالبا مش هتقعد لفتره لحد ما الناس تقدر تكتمل قدامها صوره راس الحكمه او اتفاق راس الحكمه او ديل راس الحكمه او استثمارات راس الحكمه، كيفما يريد ان يسمي كل واحد على حسب المصطلح اللي بيستخدمه. في حاجتين مهمين جدا بس عايزين نقولهم في الموضوع ده. اول حاجه ده لازم نديه أو نقوله كده باعتباره همسة، مش عايز أسميها درس، في إيه؟ في إنه الصحفي الشاطر، الصحفي الشاطر يبقى مركز في اللي بيتقال واللي بيحصل حواليه، ما يبقاش أحادي النظرة وباصص على حتة معينة، خصوصا لو ما كانش شاطر في الاقتصاد. يعني ما هو مش معقول نبقى مش شطار في الاقتصاد ومش شطار في الإعلام ولا في الصحافة، يعني ينفع؟ لا ما ينفعش. الشاطر هيبقى شاطر في كله، مش كده ولا ايه؟ باعتبار ان دي شغلانتنا. سيبنا ان انا شاطر ولا مش شاطر، بالرغم ان انا حصل على البكالوريوس بدرجه امتياز في الاقتصاد الدولي، بس ده موضوع تاني ومش هنتكلم عليه. هو راس الحكمه مفاجاه يا جماعه؟ يعني للدرجه دي الناس اتفاجئت بانه في استثمارات مهوله ومخطط عالمي بيتعمل في راس الحكمه؟ انا ارجع اقول لك لا، ولا مفاجأة ولا حاجة. الدولة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية مصر العربية تحدثت تحديدا عن راس الحكمة يا أستاذ ويا أستاذة ويا أساتذة من سنة 21، وفي البرنامج ده بالتحديد كان هذا الكلام عن راس الحكمة. المذيع كان بيتكلم عن العالمين الجديدة، وكنت بتكلم مع الزميل والصديق العزيز الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس وزراء مصر، فبقول له وإيه اللي جاي؟ قال لي اللي جاي راس الحكمة. الكلام ده كنا إمتى؟ عشان هنا برضو ندي درس للناس التي أحيانا لا تسمع أو أحيانا لا تشاهد أو أحيانا لا تقرأ أو في أضيق الأحوال لا تبحث. عشان كده انا بقول يعني لا شطار في الاقتصاد ولا شطار في الصحافه. طيب تعال نشوف اغسطس 2021، 1 اغسطس 2021، الاستاذ هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء المستشار الاعلامي قال ايه في برنامج التاسعه. طيب حكايه راس الحكمه دي بقى انا عايز اعرف، يعني احنا ان شاء الله في مستقبل قريب هيبقى في عندنا في راس الحكمه زي العالمين كده؟ بالظبط يا فندم، دلوقتي وزاره الاسكان بتخطط مدينه راس الحكمه على غرار العلمين الجديده. الله. بالظبط منطقه برضو الساحليه هيتم استغلال الامثل بكورنيش، برضو ده تكليف واضح من سياده الرئيس، اي منطقه ساحليه الدوله بتملكها هيكون فيها كورنيش. ده زي كورنيش العلمين اللي حضرتك بتعرضه دلوقتي، في كورنيش اخوه في مدينه المنصوره الجديده، في كورنيش اخوه في مدينه شرق بورسعيد الجديده او سلام زي ما الصلح على تسميتها. فبالتالي احنا بنستفيد من المناطق الساحليه كلها، المواطن يستمتع ويستفيد ويتمتع بما تملكه دولته من ثروات، وفي نفس الوقت بنخلق بقى انشطه اقتصاديه اخرى في المناطق اللي هي مش ساحليه عشان نوفر فرص العمل ونوفر فرص الاستثمار للمستثمرين. طب ده شيء اكتر من رائع يا استاذ هاني، يعني في حاجات قاعدين عمالين بنشتغل عليها اول باول، مفيش سكوت، مفيش لحظه سكون زي ما بيتقال. راس الحكمه طولها تقريبا 50 كيلومتر، ولو هي بنفس ذات العمق داخل الاراضي المصريه، يعني من الساحل للداخل زيها زي العالمين، فاحنا بنتكلم تقريبا في حوالي، او العالمين الجديده تحديدا، بنتكلم في حوالي 14 ل 17 كيلو. يعني احنا بنتكلم تقريبا كده في كام؟ 50 10 50 7، يبقى حوالي 850 كيلومتر مربع تقريبا بالويم، قد يكون اقل قليلا. لكن انت سمعت اللي اتقال 1 اغسطس 2021، المذيع سأل وراس الحكمه. طب هو المذيع مثلا كان بيضرب الودع؟ لا. بيفتح الكوتشينه؟ لا. بيقرا كروت التارو؟ لا. بيقرا الكف؟ لا. بينجم؟ لا. بينافس ليلى عبد اللطيف؟ ابدا والله.
لأنه كان هناك الكثير من التقارير الصحفية والتصريحات من الحكومة حول أنه بعد نجاح مشروع العالمين الجديدة بما وصل إليه في أغسطس 2021 الدولة بدأت تشتغل على رأس الحكمة. فالمذيع سأل هذا المصدر الرفيع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، طب ورأس الحكمة هتبقى زي العالمين كده؟ ما لازم نسأل، هو المذيع إيه غير سؤال؟ وبالمناسبة أهم سؤال تسأله إذا كنت مذيع أو أي حاجة تانية، اسأل ليه؟ Why؟ وده هجيلك عليها بعدين. طيب، فالمذيع سأل، فالمصدر هنا الأستاذ هاني يونس قال إحنا بنشتغل وهيبقى فيه كورنيش وهيبقى فيه مخطط، والمخطط ده يبقى عالمي وهيبقى جاذب للاستثمارات في الداخل من الداخل والخارج. رأس الحكمة ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا كده جزء من النعم الربانية اللي موجودة على هذه الأرض، القطر المصري، جمهورية مصر العربية. الدولة قاعدة عمالة بتفكر وبتشتغل على رأس الحكمة حتى تصبح منطقة جذب استثماري تجذب رأس المال أو المستثمرين من الداخل ومن الخارج. طيب، من الآخر آدي الكلام اللي بدأ يثور أمام حضراتكم عن طريق بعض التقارير اللي موجودة في الصحافة، الناس بدأت تتكلم، بعض إخواننا الأفاضل في زملاء المهنة بدأوا يتكلموا على قصة رأس الحكمة، وبدأت الناس بس تتكلم على مسألة ده إيه بكام، وبعض الآخرين سألوا سؤال أراه ساذجا إلى أبعد الحدود، هي بكام ويا ترى يا هل ترى هو ال 22.5 دول مقدم؟ طب والباقي؟ طب وال 22 اصل دي غريبه، يعني في ناس استغربت، انا مستغرب جدا بقى من اللي بيستغرب، هو ال 22.5 دول مقدم؟ اصل كده هنبقى شطار قوي، او ان في حد عاوز يساعدنا، المساعد ربنا يا استاذ والله. احنا شطار الحقيقه، احنا من 2014 شطار. وأي حد في العالم يبصم بالعشرة ويقول إن المصريين شطار، طول عمرنا شطار، ده واحد. في 2014 أحسننا استغلال الشطارة، يعني مثلا يوم الأربع كنا بنتكلم على التليفون هنا هو، برضو بذكرك هو، مع الأستاذ عماد الدين حسين، وكان بيحكي على زيارته لبروكسل والمناقشات والمحاورات التي تمت، قال إن الكل بينظر لمصر باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة جدا، وإنه اللي جاي أفضل. أستاذ عماد الحقيقة رجل عاقل وحكيم، فحتى قلت له وماذا عن التفاصيل، أنا شغلتي كصحفي أقول وماذا عن التفاصيل، فقال لي خلينا نحتفظ بالتفاصيل شوية حتى تتم. أنا بقى بسأل أي حد يجي يقول ولماذا الصمت عن تفاصيل عقد رأس الحكمة، لماذا لا تتحدث الحكومة عن تفاصيل العقد؟ طب أنا بس عايز أسألكم، هو أنهي استثمار عملاق حصل في أي دولة من دول الجوار أو دول غير الجوار أو الدول البعيدة كانت بتعلن التفاصيل بتاعة العقد قبل إتمامه بالكامل في الإعلام والصحافة؟ يعني فين؟ يعني هو حضرتك كنت تعرف تفاصيل التعاقدات مثلا بتاعت شركة رونو في المغرب أو بيجو أو مصنع البطاريات بتاع تجميع بطاريات الكهرباء؟ لا، ما تعرفش، ولا نعرف ولا غيري يعرف. دي حاجة لها علاقة بالحكومة المغربية والمستثمرين التلاتة اللي أنا كنت بتكلم عليها، المستثمرين بتوع مصنع البطاريات، مستثمرين شركة رونو، مستثمرين شركة بيجو. لما تم إنهاء التعاقد بالكامل بكافة تفاصيله ووقع العقد بكامله وأصبح عقدا قانونيا قيد التنفيذ، طلعت الصحافة في المغرب تتكلم وتبقى سعيدة وفرحانة بالإنجاز اللي عملته حكومتها. ده طبيعي. هو لو افترضنا أنا رايح أشتري سلاح، بقول على فكرة أنا رايح أشتري سلاح من بلد الفلاني وهيبقى تفاصيله كذا وهنشتري كذا والقطع كذا وقعدنا في المفاوضات قلنا كذا وهم قالوا لنا كذا، كانت بتحصل فين دي؟ لما بتحصلش، ولم يكن هناك سابقة على الإطلاق في أي تعاقدات بهذه الأحجام أنها بتعلن أي شكل من أشكال الإفصاح. خلي بالك، هو بالمناسبة برضو علشان يمكن يكون بعضهم مش شاطر فعلا في الاقتصاد كما تفضل وأشار، يعني في حاجة اسمها بنود عدم الإفصاح بتتكتب في العقود، في حاجات كده اسمها عدم الإفصاح. خدناها دي ولا ما خدناهاش؟ طب لو ما خدناهاش أدينا بنقولك، أدي واحد. اتنين،
في حاجات لا يجب أن تعلن حتى إتمامها، وإلا فسد الاتفاق. باظ، حد ضرب فيه إسفين، بتحصل ولا ما بتحصلش؟ طب هو احنا يعني مثلا ناس مش مستهدفة في اقتصادنا، ولا مستهدفة في حدودنا، ولا مستهدفة في تفاصيل بنائنا المجتمعي ومحاولات إفساده إلى آخره؟ أكيد. وبالمناسبة مش أنا لوحدي، في ناس كتير، بس أنا يمكن الأكثر استهدافا في هذه المنطقة. احنا بنتكلم هنا على هذه الدولة، التجربة بتقول كده، وأنا من حقي أن أنا أعمل في صمت. وبعدين لما يبقى الخير جاي فهيعم على الجميع. وأظن أنه مع اجتماع المركزي من جهة يوم الخميس اللي فات والقرارات اللي خدها، ومع بعض التفاصيل حول اتفاق استثماري في رأس الحكمة، أظن يعني ده أثر على السوق الموازي والسوق السوداء وظبطها ظبطة كويسة. وبأمر الله بندعو ربنا أنه يبقى ولسه تاني وتالت ورابع وعاشر، حتى تتضح الأمور أو بالأدق تتزن الأسعار، ويبقى في عندي سعر واحد وتبقى الدنيا زي الفل. هو في حد يكره؟ ما هو اللي يكره ده يا بيتاجر في السوق السوداء يا مستفيد من سعر دولار السوق السوداء، ده اللي يكره، أو اللي بيكره حاجة للبلد دي، أو اللي شايف إن في دول تانية أولى. أنا بقى ده ماليش فيه، شايف مين أولى دي بتاعتك وبتاعت الأولى. أنا ليا دعوة بالبلد دي. ده اتفاق بإذن الله سبحانه وتعالى عظيم. كل اللي أقدر أقوله لك أنه هذا الاتفاق في حال إتمامه بالكامل وبدء العمل عليه، كما يعني تفضلت بعض المصادر وقالت، قالوا بالظبط إيه؟ قالوا يا جماعة هذه المنطقة، هذه البقعة من مصر سوف تكون بإذن الله موضوعة على خريطة السياحة العالمية ودولية بحلول عام 2030، يعني بعد 6 سنين. طب ليه بعد 6 سنين؟ ما أنا لسه بقى هبدأ أشتغل، الناس هتجيب استثماراتها، الشغل، المعدات، الإيد العاملة اللي هي بالألاف كما جرت العادة، إن لم تكن حتى بعشرات الألاف، احنا بنتكلم على مساحة كبيرة. الناس هتبدأ تشتغل، في ناس هتاكل لقمة عيش من ورا شغلها بإيدها بعرق جبينها. ما احنا ما ولا ايه؟ احنا بنجيب الناس بتاعتنا، تمام. طيب، وفي نفس الوقت احنا في عندنا شراكة واسعة محترمة كبيرة، استثمارات من جوه واستثمارات من بره. تاني، استثمارات من جوه واستثمارات من بره. وانا عاجبني الأول مرة بقى في تاريخي هشكر الرأسمالية المصرية، التحالف اللي بيشتغل بصرف النظر اسمه ايه، عشان دي كلها اعلانات، دي شركات ضخمه جدا وعملاقه، سواء اذا كانت المصريه او غير المصريه. هكلمك على التحالف المصري تحديدا، يعني او المجموعه المصريه، 4 أو 5 شركات مصريه تقريبا. انا في حياتي ما شكرت في الرأسمال او الرأسماليه المصريه، لكن المره دي اقول شكرا. ليه؟ لان هم خدوا قرار ذكي مثمر بالنسبه لهم جدا، ومثمر للدولة وللمجتمع جدا. دي بقى طريقة الشغل اللي أنا أحبها، فهنا أقدر أقول إيه؟ أيوة، دي رأس مالية وطنية، الناس دي حب بلدها وعاوزة تستثمر فيها وتكبرها. في وقت من الأوقات هتشوف الآتي، رأس الحكمة دي هتبقى المنافس الرئيسي بل والأقوى يا رب، قول إن شاء الله، حاجة كده زي كان، حاجة كده زي نيس، حاجة كده زي موناكو، لأنه اللي هيتعمل هناك هيبقى بينافس هذه المدن الساحلية الأوروبية الفرنساوي طبعا باستثناء موناكو باعتبارها إمارة مستقلة. فاحنا بنتكلم أنه على حوض البحر الأبيض المتوسط، الساحل الأفضل هو الساحل الجنوبي للمتوسط مش الساحل الشمالي، من حيث بقى مثلا طبيعة الشاطئ بتاعته اللي هي الرملة الناعمة البيضة اللطيفة، من حيث السطوع الشمسي، فترات السطوع الشمسي الأطول، من حيث المية، طيارات المية، المية الصافية الحلوة الجميلة اللي عندنا أحلى من اللي موجود عند الجماعة الفرنساويين أو حتى الطلاينة أو الأسبان أو حتى اليونانيين. ودول كلهم ناس أصحابنا وحبايبنا، وأنا أعتقد أنه في وقت من الأوقات هتلاقي مستثمرين من الأوروبيين دول جايين يستثمروا أيضا في نفس ذات المنطقة، وصولا حتى مرسى مطروح، وصولا حتى مرسى مطروح. وخليك فاكر الكلمة دي، أديني بقول من دلوقتي أهو، زي اللي احنا قلناه في 1 أغسطس 2021، راجعين نفكرك بيه دلوقتي. النهاردة أنا بقولك وهيجي مستثمرين أوروبيين يشتغلوا في المنطقة دي، رأس المال عايز إيه غير المكسب؟
وهو في حد عنده نفس ذات الشمس؟ لا. هتقولي الشمس تسطو على الجميع، اقول لك انا عندي فترات سطوع اطول، وبالتالي اقدر استغل هذه المنطقه لفتره اطول من العام. احنا بنتكلم هنا بقى على فنادق بتاعت كله، بتاعت كله يعني بتاعت كله، يعني ابو ثلاث نجوم موجود، وابو اربعه، وابو خمسه، وابو خمسه بلس الى اخره. هيبقى فيه بالتاكيد الوحدات اللي هتبقى بتتاجر بشكل فندقي، بعيدا عن انها فنادق، حاجات زي بتاعت اير بي ام بي، يعني مش عايز بس اقول اسامي حتى ابلكيشن حتى اللي تحسب اعلان يعني. لكن في النهايه احنا هنا هنخلق رواج باذن الله لم نشهده من قبل، سياحه ترفيه وشواطئ بجد، مش فنكوش، شغل نظيف، حاجه تانية خالص. انت بتتكلم على البحر المتوسط، هو قبله السائحين. تخيل لما يكون جنوبه ابهى من شماله، يبقى احنا بنعمل ايه؟ جون كده، يبقى اعتبر درس اقتصاد ودرس صحافه. فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 بحضراتكم، عاملين ايه؟ طيب، في حدوته، وهذه الحدوته شديده الاهميه، وهي متعلقه بالهرم الثالث من كاو رع، او هرم من قرع كيفما اصطلحنا او تعودنا على نطقه بالطريقه دي. القصه متعلقه بانه مداميك البازلت او الجرانيت بدات تتركب حول قاعده الهرم من الاسفل، وتساءل الناس يا ترى هل ترى هو مش ده تغيير في شكل الهرم؟ فكان هناك بعض الردود انه لا، من بعض المتخصصين ايضا، لا يا جماعه ده مش تغيير، ده الشكل الاصلي بتاع الهرم. طب انتوا جبتوا هذه المداميك منين؟ فكانت الردود ايضا من بعض المتخصصين، انا بلم لك القصه يعني، من بعض المتخصصين ايضا ان هذه المداميك كانت موجوده، وكانت اصلا هي دي اللي متجلد بيها الهرم، يعني بالبلدي كده هي دي اللي كانت معمول بيها الكلادنج بتاع الهرم في تصميمه الاصلي وفي بنائه الاصلي من الاف السنين. اما انه اللي حصل من حوالي 900 ل 1000 سنه انه لسبب او لاخر سقطت هذه المداميك قباله الهرم، ومع عوامل الجو والتراب والعواصف الى اخره، يعني تراكمت فوقها الرمال والاتربه. وإن اللي بنعمله دلوقتي أو اللي بتعمله وزارة أو هيئة الآثار دلوقتي إنه بيتم رفع هذه الرمال عن هذه الكتل الضخمة، ويتم رفعها مرة تانية علشان تركب في مكانها كما كانت عليه سابقا من آلاف السنين. البعض قال لأ، ما هو دي برضو تكلفة عالية جدا، ومصر دلوقتي مش بصدد انها تدفع مثل هذه التكاليف، لدينا امور اخرى نستطيع فيها ان احنا نضع فيها الاموال. ده ناس بتقول كده، في ناس تانية بتقول لا يا جماعة، ما هو وارد، انا بقول لك على الكلام، ما هو وارد انه دي تبقى منح مقدمة من بعض الدول او هيئات او المؤسسات المانحة بغرض إعادة هذه المداميك إلى أماكنها، وأن هذه المنح بتبقى دايما موجهة في وجه صرف محدد، يعني مش مثلا تيجي دولة ما أو هيئة ما تقول لك والله خد المبلغ ده فأنت بقى تتصرف فيه على مزاجك، بتقول لك خد المبلغ ده علشان ترفع المداميك دي وتحطها مكانها، هتاخد المبلغ ده علشان تعيد ترميم المعبد الفلاني، هتاخد المبلغ ده علشان تعمل كذا. طيب، وصلنا إلى أنه وزير السياحة والأثار أصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة علمية لمشروع أو لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم من قرع، هرم من كاو رع. التفاصيل إيه؟ وإيه القصة؟ معانا على التليفون أستاذ أحمد عبيد، مساعد الوزير للديوان والوكيل الدائم للوزارة. أهلا بيك يا أحمد بيه. اهلا بحضرتك يا يوسف بيه، واهلا بالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام والله يا فندم، نشكر ربنا. ارجوك فالتقطوا الشك بيقين. حاضر. مبدئيا اسمح لي اقول لحضرتك ان هي بعض المعلومات اللي سيادتك قلتها دقيقه وصحيحه جدا. اللي قيل انه الاحجار الموجوده دلوقتي، الجزء الموجود او عدد المداميك اللي موجود دلوقتي على جسم الهرم، هي دي الكسوه الاصليه المتبقيه، السبع بلوكات اللي باقيين دي في مكانها ده من ساعة إنشاء الهرم أيام الملك من كورع. حلو. لم يمسسها شيء ولم تسقط. جميل. ولم يتم وضع أي حجر من أي نوع ولا عمل أي تغيير على شكل الهرم اللي زي ما حضرتك بتقول كده من آلاف السنين. حلو. طيب، دي كده أول نقطة. طيب، النقطة الثانية، الهرم وهو بيبنى كان الملك بيعمل له كساء خارجي، الملك من كورع،
الكسائي الخارجي ده في حياة الملك وصل لحوالي 16 مدماك بارتفاع في حدود 20 متر، يعني تلت الهرم تقريبا، تلت ارتفاع الهرم تقريبا. أوكي. والملك توفى ولم يكمل، ولم يكمل أحد من أبنائه بعد كده الكسائي الخارجي للهرم لأسباب يعني لا نعلمها. المهم، النقطة المهمة، أن لم يتم كسوة الهرم بالكامل وتوقف عن 16 مدماك. في خلال على مدار مئات السنين سقط عدد من هذه المداميك، ولم يتبقى الا الست او السبع بلوكات او مداميك الموجودين حاليا اللي هم الاصليين اللي معمولين من الجرانيت زي ما حضرتك قلت. وبقيه البلوكات اللي سقطت حوالين الهرم منذ مئات السنين او الف سنه او اكثر او اقل، وموجوده في مكانها منذ سقوطها لاسباب اخرى او لاسباب متعلقة ربما زلازل، عوامل تعرية على مدار السنين حالتها ما كانتش في أحسن حال، لأسباب أخرى مش هي طبعا موضوعنا. لكن البلوكات اللي راكبة زي ما بقول لسيادتك وبأكد دي البلوكات الأصلية، ولم يمسس الهرم أحد بأي تجديد أو تعديل، والبلوكات الأخرى سقطت في حوالين الأربع أضلاع بتوع الهرم. حلو. دلوقتي بقى العملية اللي بتتم ايه؟ انه بيتم رفع هذه البلوكات او المداميك التي سقطت واعادتها الى مكانها الاصلي؟ هقول لسيادتك، هي البداية بدأت ببعثة يابانية مصرية مشتركة. حضرتك عارف ان مصر فيها حوالي 240 بعثة اجنبية ومصرية شغالين. صحيح. البعثات الاجنبية دي ليها اجراءات دقيقة جدا ومقننة طبقا لقانون حماية الاثار لسنة 1983 وتعديلاته. البعثات بتتقدم بمشروع، بتجيب تمويله الكامل، بتاخد الموافقات الخاصة باللجان العلمية المختصة بالمجلس الأعلى للآثار طبقا للقانون، وهي اللجنة الدائمة للآثار، وبعد كده بتاخد الموافقات الأمنية. البعثة المصرية اليابانية دي التمويل بالكامل ياباني من الجانب الياباني، وهو موجه. والبعثة دي بالمناسبة اوريدي شغالة في منطقة الهرم بقالها سنين طويلة، ورئيسها واحد من أشهر علماء الآثار الدكتور ساكوجي يوشيمورا من جامعة واسيدا اليابانية، وده احد علماء الاثار المشهورين، هو رئيس البعثه. البعثه وجهت عايزه توسع نطاق بحثها، فقررت ان هي تعرض على المجلس الاعلى للاثار ان هي تبحث في الحجاره الواقعه حوالين الهرم. وبالمناسبه برضو ده حلم قديم جدا لعدد من الاثريين، ان هم يعني يبحثوا ويعملوا رسم معماري للهرم ويعملوا خريطه مساحيه للهرم، الهرم من كورع، لان هو الهرم الوحيد تقريبا اللي لم يصل الى الابعاد الكامله ليه وقاعدته. ليه؟ لوجود الرديم والاحجار المتناثره حوله منذ مئات السنين. وكان من احد يعني اللي كانوا مهتمين جدا بمثل هذا المشروع كان الدكتور زاهي حواس، رئيس اللجنه اللي حضرتك اشرت ليها، وطبعا وزير الاثار الاسبق وعالم الاثار الشهير، ولكن كان دايما بيبقى الاصطدام بقله التمويل وعدم وجود المعدات اللازمه. البعثة اليابانية اللي خدت موافقة اللجنة الدائمة دي كانت تعمل إجراء حفائر بموقع المسح الأثري بالمقابر الغربية بالهرم، الصفحة الغربية اللي هي ناحية هرم من كورع، للكشف عما أظهرته أجهزة المسح بالموقع. والحفائر طبعا بالاشتراك وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، زيها زي أي بعثة أجنبية شغالة في مصر، ما حدش بيشتغل بدون إشراف المتخصصين بالمجلس الأعلى للآثار. يعني استقبال الرأي العام أو اللغط اللي حصل حوالين إن الحجارة اللي ظهرت في الخلفية بتاعة فيديو السيد الدكتور مصطفى وزير الأمين العام عملت لغط عند بعض الناس، والناس بعض الناس استقبلوها إن ده تجديد للهرم وإن دي حجارة جديدة، وأنا نفيت لحضرتك ده نفيا قاطعا. صحيح. فبالتالي يعني احتراما طبعا للرأي العام وتقديرا للرأي العام وحرصا على توضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها، معالي الوزير قرر تشكيل هذه اللجنة العليا جدا بالمناسبة، لأن هي تختص بمراجعة المشروع من حيث الأساس اللي هو المشروع المشترك للترميم المعماري ده للهرم، وإعداد تقرير علمي عن المشروع قبل البدء في تنفيذ أي حاجة سواء بالهرم أو بالمحيط حول الهرم. جميل جدا. يبقى احنا هنا عندنا نقطتين أصبحوا واضحين. الأولى هي أنه احنا مش مقطعين حجارة من الجبل وجايين نجلد بيها الهرم، ده دي الحجارة الأصلية، الهدف كان إعادتها لمكانها تاني على جسم الهرم من الخارج بعد إعداد دراسات تاخد على الأقل سنة، وليزر سكان وفوتوغرامتري وإعداد دراسات كافية على الأقل سنة للتأكد من أن الأحجار دي فعلا هي اللي كانت موجودة على الهرم في مكانها، وإمكانية أنها ترجع من عدمه وإذا كانت صالحة ولا لا. لكن كلها بأكد لحضرتك تاني، الحجارة اللي موجودة على الهرم من ناحية ستة أو سبعة بلوكات دول دي الحجارة الأصلية اللي موجودة من أيام الهرم من أيام الملك من كورة،
والحجاره بالرديم اللي حوالين اضلاع الهرم المختلفه دي الحجاره الاصليه الجرانيت اللي واقع من جسم الهرم نفسه. والحاجه الثانيه انه تمويل هذه العمليه جاي من اليابان. طبعا بعثه اي بعثه اجنبيه يوسف بتشتغل في مصر التمويل من الجانب الممول للبعثه، وطبعا زي ما حضرتك برضو عارف ان كل البعثات اللي بتشتغل في مصر بتبقى لابد ان تكون تابعه لاحد الجامعات او المعاهد العلميه طبعًا. المتخصصه. مش اي حد يقدم يعني صحيح. مقترح للدراسه في اثار مصر اللي طبعا يعني غني عن البيان اهميتها وحرص المجلس على الاثار ووزاره السياحه والاثار ومصر عامه حفاظا للحفاظ عليها كتراث مصري وتراث انساني ملك البشريه كلها. صحيح. فالبعثه بعثه علميه متخصصه وهتقوم زي ما بقول لحضرتك باعمال مسح في المنطقه المحيطه بالهرم، وده لن يتم برضه حتى في ضوء اللجنه الجديده دي الا بعد اللجنه العليا دي اللي هي بتضم كبار او عدد من كبار علماء الاثار المصريين والاجانب باعداد الدراسه وجدوى المشروع واذا كان يعني يتم استكماله من عدمه. فما سوف تنتهي الى اللجنه ده اللي هيحصل. اللجنه يا فندم لما تخلص اعمالها بعد ما المجلس الاعلى للاثار هيتولى توفير البيانات والمستندات اللازمه للجنه هترفع تقرير علمي للعرض على السيد الوزير والاعتماده وهي اللجنه هتوصي باستكمال المشروع ومدى جدواه من عدم. صحيح. انا بشكرك جدا 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 احمد بيه، كل الشكر للاستاذ احمد عبيد مساعد الوزير للديوان والوكيل الدائم لوزاره السياحه والاثار. تاني الخص لك القصه كلها من الاخر يعني انه في منحه او في تمويل جاي من اليابان عشان كده. يعني من الاخر القصه بتاعت انتوا بتاخدوا الفلوس بتاعت الناس ولا فلوس الدوله وفلوس الشعب ومقدرات الوطن علشان تعملوا بيها المشروع ده ما كنتوا تاجلوه شويه؟ الفلوس مش من عندنا والله يا جماعه، فلوس جايه من الجماعه اليابانيين. وزي ما كنت بقول اي جهه في الدنيا تطلع دوله تطلع هيئه تطلع مؤسسه تطلع اليونسكو بيجي يقول لك الفلوس دي مبلغها كذا او الرقم عباره عن 1000 5000 زي ما يطلع، ده رايح لترميم هذا المكان، رايح لاقامه قواعد هذا المكان، رايح لبناء هذا الشيء. ما ينفعش استخدمها في حاجه ثانيه، ده مبدئيا يعني. اثنين هي بعثه من الاثريين وعلماء المصريات، ايجيبتولوجي. طيب هل هم كانوا بيشتغلوا غلط؟ الحقيقه انه لا، ولكن لن نستبق بكلمة لا أو بكلمة أيوة لحد ما نشوف اللجنة اللي تم تشكيلها من قبل وزير السياحة والأثار وعلى أعلى المستويات اللي هتنتهي إلى اللجنة هيعلن أمام الجميع وهيتم تنفيذه. التنفيذ بقى هو أنه هنكمل في مسألة الترميم، آسف القرار هيطلع بأنه نكمل في مسألة الترميم أهلا وسهلا، القرار طلع أن احنا مش هنكمل في مسألة الترميم برضو أهلا وسهلا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه من أثار هذا اللغط؟ هل هذا اللغط أثير بشكل تلقائي كده أو بشكل طبيعي أورجانيك إن الناس قلقانة ولا إن في حد راح زائق؟ طب أنا بقول لك في حد راح زائق. زي بالظبط كده الطريقة بتاعت إيه؟ أنا مش عارف صمت الحكومة سببه إيه؟ دي حاجة مش مريحاني، فيبقى أنا مش فاهم ليه بنرمم من قرع دلوقتي في حاجة قلقاني. ما حد طب يا لو أنا مش فاهم صح حد يفهمني بالمظبوط يا جماعة؟ طيب هل الجماعة بتاعت الإخوان دي ليها إيد في الموضوع؟ وارد جدا، ليه لأ؟ ليه لأ؟ هو طول الوقت عاوز يشككك ويقلقك ويحسسك إنه الدولة تنهار وإنه القائمين على الدولة بيبوظوا كل وبيضيعوا الفلوس وبيصرفوا في الحاجات في غير أوجهها وما عندهمش حساب سليم للأولويات. إحنا لو ما كانش عندنا حساب سليم للأولويات كنا عملنا كل ده؟ ما هو بالعقل كده. ان احنا نخاف على اثارنا ده طبعا مش مختلفين. انا بس مش عايز اقول لك اللي حصل من 900 ولا 1000 سنه لان ده هيخلق جدل كبير لعل الحلقه دي تحديدا مش مكانه. يعني هتقول لي ايه اللي نزل الحجاره دي؟ هقول لك طب هو الحجاره بتاعت الهرم الاكبر فين؟ بتاع خوفو وبتاع خفرع. لا ده حدوته يعني. مختصرها المفيد ان هناك عصور من الحكم مرت على بلادنا لم تقدر هذه الاثار، الكلام ده من حوالي 900 ومن 1000 ومن بعد كده بشويتين ثلاثه من غير تفاصيل يعني والله. لحد يمكن من 200 سنه فاتوا لم يتم تقدير قيمه الحضاره المصريه القديمه، فكانوا بياخدوا حجاره ويبنوا بيها مباني ثانيه. وعلماء كتير علماء المصريات تقريبا كلهم عارفين القصه.
بل وكتب في ذلك أبحاثا وأبحاث من المحدثين ومن القدام وكل حاجة يعني. على كل لها محلها لأنها تخلق جدل كبير يعني، لكن هرجعك في لجنة بتبحث هتطلع بقرار، والقرار اللي هتطلعه اللجنة هيتم تنفيذه. نروح على الاستغلال الأمثل للمياه. اليومين اللي فاتوا دول الحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا أبواب السماء بأنها تمطر علينا مية، ده غير مطر الفلوس اللي جاي من رأس الحكمة، دي قصة تانية يا رب يتمها على خير، بس مش عايزين نقاطع، خلينا في مية المطر. مطرت مطر ما أقولكش، أنا وإنت وغيرنا أي حاجة هنفكر فيها هتبقى متعلقة بأنه وهل هذه الأمطار تذهب هباءً؟ المفروض ان المسؤولين يقولوا لنا لا طبعا لن تذهب هذه الامطار هباء، احنا اكيد بنستغل الميه دي الاستغلال الامثل، ميه المطر دي اكيد بنستخدمها في الري، على الاقل في الري الحدائقي يعني بتاع المسطحات الخضراء، في الجناين، في مش عارف الحاجات اللي هي ايه المسطحات الخضراء التي نجمل بها الميادين والاحياء والشوارع، او ان احنا نذهب بها الى محطات المعالجه حتى يتم استخدام الميه دي واعاده استخدامها مره تانية. دي مية مطر، ما هياش مية صرف كمان، لا هو صرف صناعي ولا صرف زراعي ولا صرف صحي. فطبعا أنا شفنا أنا وزملائي هذا الفيديو الغريب جدا اللي فيه العربية اللي بتسحب مية المطر من الشوارع بتاخدها وترميها في البحر. لا أنا عايز المية مش عايز أرمي المية. فطبعا يعني كلنا استشطنا غضبا وقلقا انه لو هي دي الطريقه اللي بيتعامل بيها بعض الموظفين، بنرمي الميه، عارف اللي هو بنرمي ميه ربنا، دي ميه نظيفه جايه من الشارع يا يوسف، انا اقول لك هشربها يا عم، ودوها تتعالج يا عم، تتفلتر تتنظف، بس ما تترميش في الدخيله كده، دي بتترمي هناك اهو على شط الدخيله، شط اسكندريه يا شط الهوا على راي فيروز. مية المطر بتترمي في البحر. الله، مش احنا قلنا يا جماعة عايزين نستفيد من مية المطر، ايه اللي بيحصل؟ خلونا نفهم من مهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظ الاسكندرية. اهلا بيك يا فندم. مش مهندسة جيهان يا مش مهندسة جيهان جيهان هانم زحب يا فندم، خط مش واضح، مش مشكلة هنحاول نجيبها تاني. طب أنا عندي سؤال، هو سيادة المحافظ فين؟ أنا بس عايز أتساءل والله بتكلم بجد، سيادة المحافظ فين؟ هو راجل محترم وجميل ونقدره جدا، بس يعني لماذا لم يتفضل بالإدلاء بأي من التصريحات اللي من الممكن إنها توضح؟ وقد يكون التصريح متعلق حتى بعقاب الشخص اللي عمل كده، ده شيء بالنسبة لي يعني أنا عايز أفهم يا جماعة. معنا المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظ الأسكندرية، أهلا بيك يا باشمهندسة جيهان. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه قصة العربية اللي خدت المية ورمتها في البحر دي؟ خلينا الاول اقول لحضرتك مساء الخير على سيادتك وعلى الساده المشاهدين. مساء الفل يا فندم. خلينا في البدايه نتكلم الاول عن محافظه اسكندريه، وعن انها طبعا محافظه يعني ساحليه على ساحل البحر الابيض المتوسط بطول 60 كيلو متر، بتضرب محافظه اسكندريه عدد 14 نوة في فصل الشتاء. طبعا عدى علينا حاليا 9 نوات لغايه الان، متبقي 5 نوات. خلي بال حضرتك ان الشتاء السنه دي كان مختلف بالنسبه لنا، لان طبعا طبقا للتغيرات المناخيه احنا بالفعل بدانا الامطار من شهر 9 لغايه الان، فكان في كثافه في الامطار، والحمد لله لغايه الان احنا مرينا لغايه امس مرينا بالنوه الاخيره، كانت نوه الكرم، استمرت النوه دي 11 يوم وكان لها محدد 6 ايام. فطبعا دي دخلت معانا كده الاسكندريه في تغيرات مناخيه، ان احنا تعرضت المحافظه لكم من المياه والامطار الغزيره الرعديه الثلجيه على الفتره اللي فاتت، عايزه اقول لحضرتك بكميات جدا،
احنا اتعاملنا بناء على تعليمات السيد المحافظ. تم اعداد خطه عامه لمجابهه الامطار من خلال استراتيجيه لتصريف مياه الامطار يتم تنفيذها حاليا على ثلاث مراحل. المرحله الاولى على ثلاث سنوات، بدانا بمرحله اوليه عاجله دي تم تنفيذها وهي بتتكون من 9 مشروعات بيتم تنفيذهم على 3 سنوات زي ما قلت لسيادتك. 3 مشروعات تم الانتهاء منهم في نطاق الكورنيش. ده كلام عظيم يا باشمهندسة، أنا وقتك ثمين وأنا أقدر يعني أن هذا الوقت الثمين يجب علي أن أنا أستغله أفضل استغلال. قصة العربية اللي بترمي المياه في الدخيلة يا فندم، عايزة أقول لحضرتك ده يعتبر ده طبعا عمل فردي من موظف، إحنا بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حاليا، وده طبعا ده ممنوع، ولان هي المسؤول بيها شركه الصرف الصحي، وده يعتبر عمل فردي من موظف غير طبعا غير. هل يا فندم الموظف بيتحرك من دماغه ولا اكيد عنده المفروض تعليمات واضحه مسبقه؟ الميه بتاعه المطر اللي بتتسحب بنعبيه بتخش على العربيه، العربيه بتتحرك لنقطة معينة تفرغ فيها المية، مفترض أن النقطة المعينة دي هي نقطة من نقاط تجميع مياه الأمطار حتى نستغلها فيما بعد، صح؟ تمام فندم، بس هو طبعا أي نقاط مية بتم التجميع حاليا دلوقتي بيتحط في أقرب مطبق أو أقرب شميشة لحين تصريفها وتحويلها لمحطات الرفع ومحطات المعالجة الخاصة. ماشي، إذن هو عنده تعليمات واضحة أنه بيروح لأقرب شنيشة من مجموعة شنايش أكيد تم تسليكها وتطهيرها وأنها جاهزة لموسم الشتاء و100 فل و14. فالمفترض أنه هو عنده التعليمات، عنده التعليمات إن دي ينفذها. ده عمل طبعا غير مسؤول يا فندم من موظف موجود في شركة الصرف الصحي بيتم اتخاذ الإجراءات. يعني على مسؤولية مهندسة جيهان أن هذا التصرف هو تصرف فردي من دماغ هذا الموظف، ولا أنه ده وارد للتكرار أو بيحصل ومحدش صورهم؟ يعني دي برضو خلي بالك حضرتك ده فيديو بالصدفة واحد شاف فراح مصور. لا يا فندم، ده عمل فردي من موظف طبعا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده من خلال شركه الصرف الصحي اللي هي المسؤوله عندنا عن تصريف الامطار. وخلي بال حضرتك اي مياه بيتم تجميعها من خلال مياه الامطار حاليا دلوقتي لحين تنفيذ استراتيجيه الامطار اللي هي ان شاء الله بترمي على سرعه المحموديه، وسيكون اتجاه على مشروع الدلتا الجديده اللي هي مشروع فخامه الرئيس لاستغلالها في الزراعه، ده هيكون في اجراء قانوني معاه. وخلي بال حضرتك اي ما بتجمع من الفتره السابقه كانت بتروح لمحطه رفع، محطه معالجه، بتخش محطات تنقيه اللي هي الشرقيه اللي هي بتودي لمصرف القلعه، او محطه التنقيه الغربيه اللي بتودي او تؤدي الى مصر برج النبريه، بيتم استغلالها وبيتم معالجتها ويتعمل لها اعاده تكرير واستغلالها لاكثر استفاده طبقا لاقرب نقطه ليها. اذا الموضوع ده مش هيتكرر ولا ايه؟ لا طبعا ده مش هيتكرر، وده اصلا غير يعني غير مقبول. وخلي بال حضرتك حين يبقى اي اخطار بيجي للمحافظه على طول بتتخذ اجراءاتها من خلال شؤون البيئه في محافظه اسكندريه او جهاز شؤون البيئه، بيتم توقيع غرامات واجراءات قانونيه ضد شركه الصرف الصحي في حين وجود مخالفات. وبالفعل تم كان في بعض المخالفات البسيطه الخاصه ببعض الجهات اللي هي على الشاطئ، واتخذت شؤون البيئه اجراءاتها القانونيه، وده ان شاء الله في عمل فردي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه باذن الله. باذن الله، انا بشكرك جدا يا باشمهندسه، كل الشكر ليكي وعلى هذا التواصل، كل الشكر المهندسه جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظ الاسكندريه. طيب ست ام كلثوم الله يرحمها اسطوره الغناء العربي، وست ام كلثوم الحقيقه فرقتها مش اي فرقه، يعني برضو عشان تبقى فاهم انه هؤلاء الموسيقيين اللي كنا نشوفهم في الحفلات على الاقل جيل احنا ما عصرناش ست ام كلثوم، يعني فلما بنيجي نتفرج الناس اللي قاعده ورا ست ام كلثوم كل واحد على آلته لم يكن عازفا عاديا خالص، ده كلهم يستحق كل واحد فيهم لقب موسيقار بامتياز لأنهم كانوا عازفين ومرتجلين
وملحنين بالمناسبة ومعدلين أحيانا، وكل منهم يدلي بدلو حتى على اللحن الأصلي حتى لو ما كانش بإيده، ويقعد يتكلم مع الملحن ممكن نعمل كذا، ويتكلموا مع الست أم كلثوم ونعمل كذا. بل إنه كنت تلاحظ في بعض الحفلات إنه يحصل ارتجال، ارتجال من الناي، ارتجال من الأكورديون، ارتجال من الفيولينا أو الكمانجا، إلخ إلخ إلخ. واحنا هنا بنتكلم على اختيار موسيقيين بمنتهى العناية، تقدر تقول كده بالبلدي على الفرازة، دول مش أي حد. وعشان كده ظل هؤلاء الموسيقيين والعازفين الذين يستحق كل منهم لقب موسيقار بامتياز عالقين في الأذهان. ده حقيقي يعني. الناس دي حاجة تانية خالص. احنا وانا بتكلم في الكلام ده بكلمك على 49 سنة عدوا على رحيل الست أم كلثوم، وبنتكلم على آخر العازفين الجبابرة العباقرة في فرقة الست أم كلثوم، الأستاذ فاروق سلامة. حضراتكم شايفين صورته قدامكم وعازف الأكورديون العظيم والملحن الشهير بالمناسبة أيضا في فرقة الست أم كلثوم. صور أم كلثوم، يا خبر يا خبر. وأنا أعتقد أنه لا أحد في العالم من المغنيات أو المغنيين كان له هذه القدرة أو هذه المكانة لدى طبقة الحكم في بلده على الإطلاق. بل أنا عايز أقول لك أن ست أم كلثوم لديها هذه المكانة لدى طبقة الحكم في المنطقة بالكامل. أستاذ فاروق سلامة الموسيقار والملحن الكبير، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد ربنا لله. يدي حضرتك الصحه، واحنا سعدة بسماع الصوت. الله يخليك. الحمد لله. استاذ فاروق، واحنا بنتكلم على 49 سنه عدوا على رحيل الست، تقول أيوة. ايه؟ اقول ان ما جاش زي ام كلثوم لحد دلوقتي، ما شفتش صوت زي ام كلثوم ولا ارتجال زي ام كلثوم ولا اي حاجه خالص. بدات مع ام كلثوم امتى يا استاذ فاروق؟ بدات بليغ حمدي قدمني لام كلثوم، وكنت اول واحد يعمل ربع توم في الاكورديون. الله. بوظت كذا اكورديون لحد ما اصبحت في اسكندريه بتشغل مع ام الطيب الكوكو، ولقيت البحر عمل لي ربع تون باصوات انا مش عاوزها. فرحت اللي بيصلح لي الاكورديون قلت له اعمل لي الاصوات اللي انا بستعملها. ام كلثوم قالت لبليغ حمدي باول اغنيه قدمت فيها، قالت له مش عاوزه اكورديون غربي يخلي الفرقه غربيه، عاوزه اكورديون شرقي. قال لها ده اكورديون شرقي اسماعيل. قالت لي وانا بجيب الاكورديون بقى هات الاكورديون سمعنا لحسن بليغ حمدي الف دماغنا. الف دماغنا فيك. والحقيقه لما سمعتها تقسيم صبا وبياتي ورد وحاجات ربع فيها الربع تون استغربت، ما اول مره تسمع الربع تون الاكورديون. ايوه. فاستغربت قالت له خلاص خلاص يا بليغ احنا موافقين عليه، بس تعمل له حاجه في المقدمه والكوبليه الثاني لا الجمله دي تنفع لكل يوم. الرد احمد غزناوي قال مره كل يوم ومره كمان قال له خلاص زي ما قلت انت مره كل يوم ومره كمان الكوبليه الثاني انما لو الدخول الاولاني لازم تعمل له بريق سولو يليق بيه. رحت لبريق حمدي قعد بريق بقى لاني شرقي بلدي قوي يعني بقولته بورقته البلدي
ده بليغ فنان كبير مستني بيعمل شرقي، بيعمل شرقي زي اللي عمل ام كلثوم الاغاني. ف استنت بعض الموسيقى بعد اسبوع هو بقى ما يجي لي الشارع محمد علي يشوفني ويسمعني وكده، يبقى الافراح يحضر افراح يسمع المصريين. وبعدين قلت له ام كلثوم قالت لك في المقدمه فكرت فيها؟ قال لي انا لسه بفكر. قلت له انا فكرت، قلت له انا فكرت ولسه ما اتعلمتش التاليف ولا التلحين. فعملت الجمله وهو عمل، عملت نصها وهو عمل نص الثاني. عملت دي، قال لي حلو قوي ومكملها هو. راح مكملها هو، عارف ان انا لسه بادئ في التلحين ولسه وحضرت البروفات اسمع بس، عرفت عرفت ايه اللي مطلوب من كل دي. ايوه حلو قوي. ايوه طب استاذ فاروق، انا يعني انا اتولدت من 49 سنه وزي كل جيلي يمكن ما كناش بنقدر نفهم ام كلثوم قوي او طريقه الغنى، لكن أيوة. لما كبرت بقى انا في السن لقيت انه انا بستمتع استمتاع مذهل بام كلثوم، وبدات اتساءل. خليني الاول اشكر استاذ فاروق لانه الخط قطع، وانا الحقيقه سعيد سعاده لا توصف بسماع صوت موسيقارنا الاستاذ فاروق سلام، وبتمنى لك من قلبي ربنا يديلك الصحه وطول العمر. وانا يكفيني انه اديت لنا هذه المساحه من الوقت وتحكي لنا من قلبك بالطريقه دي يا استاذ فاروق. وارجع اقول، هو في زي مصر عندها زي الاستاذ فاروق سلامه؟ مفيش، ده احنا حاجه تانية. فانا اقول لكم بقى فعلا ده بجد عشان الفكره تكتمل. بدات استمتع او بالادق بدات اتذوق بعمق الست ام كلثوم. انا راجل صريح، كل جيلي بالنسبه لنا ام كلثوم يعني دي بتاعت زمان، فاحنا كنا نسمع حاجات تانية وما الى ذلك. لما كبرت تقريبا وانا عندي 45 تقريبا لقيت نفسي بسمع ام كلثوم بشكل تلقائي، وبعد شويه بدات ادور انا على اغاني ام كلثوم واقعد اسمعها، وبعدين اكتشفت ان انا بقيت بستمتع بيها جدا 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 لابعد الحدود. فقعدت افكر ايه السر في انه استمتع بالست ام كلثوم وانا بكبر في السن كده. ما وصلتش لحاجه شديده الوضوح بقدر ما انه ام كلثوم غناها ومزيكتها وكلمات اغانيها فلسفه وشديده العمق، شديده العمق، فلا تستطيع انك انت تستوعبها وتتذوقها بالمعنى الحرفي والكامل وتستمتع بكل مزورة في مزيكا غنت عليها أم كلثوم وفي كل كلمة أو صورة شعرية قالتها الست أم كلثوم بحسها الجميل ده، حسها من الإحساس وصوتها العظيم، إلا وإنت بتكبر. لأنه إحنا بنكبر نتحلى بشيء من الحكمة ولو شيئا فشيئا رويدا رويدا، فتصبح أم كلثوم هي جوهرة الموسيقى في بلادنا. ولهذا أم كلثوم هي أهم فنانة عربية حتى هذه اللحظة، واحدة من أهم الفنانات اللي في العالم حتى هذه اللحظة. الله يرحمك يا ست، وربنا يا رب يديك الصحة يا أستاذ فاروق. فاصل ونكمل الكلام. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ طيب، فيتوريا ورحل فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول يقترب من الرحيل او قل رحل. السؤال
وماذا بعد؟ ده سؤال مهم بقى جدا، وماذا بعد؟ معنا على تليفون ناقدنا الرياضي البارز أستاذ شريف عبد القادر، أهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. طيب، يرحل فيتوريا أو رحلة صح كده؟ هو بص حضرتك، بس عشان إيه حضرتك بتقول وماذا بعد؟ هو وماذا قبل الأول؟ إحنا ماسكين في الديل وسايبين الراس. هي القصة مش قصة رحيل فيتوريا، مش رحيل فيتوريا، رحيل منظومة مسؤولة عن جيبان فيتوريا أصلا وثابته لحد ما حصلت الأزمة اللي احنا فيها دي، الأزمة اللي احنا عايشينها دي بقالنا أكثر من 10 أيام وما اتخذش قرار فيها. احنا لسه بنتفاوض مع مدرب على شرط جزائي والكلام ده. مين اللي عمل له عقد بالشرط الجزائي ده؟ ومين اللي اداله المساحة دي إن هو يقعد 4 سنين مع المنتخب واحنا ما نعرفش هو إيه أو مصيرنا إيه معاه؟ مين اللي سمح له بده كله؟ مين اللي سمح له بالاختيارات دي؟ مين اللي سمح له يعني مين اللجنه الفنيه اللي رجعته في اختياراته للاعيبه المنتخب انه ياخد 4 5 لعيبه مصابه مع المنتخب ما يلعبوش ويبقوا في القايمه على حساب لعيبه ثانيه اجهز؟ حاجات كثيره احنا لازم نعالج المنظومه الاول. القصه مش قاله فيتوريا، مع ان النهارده هنجيب فيتوريا وهنجيب مدرب ثاني يجرب فينا برضه. يبقى احنا لازم نعالج السبب الجذري، يعني نعرف جذور المشكله ايه ونشتغل على علاجها. بص يا استاذ يوسف، قول طول ما اللي بيدير الكرة في مصر هو هيفضل هذا الحل، هيفضل هنفضل في هذا الوضع طالما مش محترفين إدارة وإدارة كرة القدم. هو حضرتك هتحاسبه إزاي؟ حضرتك دلوقتي هم أخطأوا، هتحاسبه تقول له يقول لك أنا متطوع، أنا وأنا باخد منها حاجة؟ مع إن هم من ساعة ما جم ما بيعملوش حاجة غير إن هم بيسافروا ويصرف بدلات ويصرف بدل سفر ويصرف مش عارف مكافآت ويصرف. وهو هل التطوع يساوي عدم الاكتراث او التطوع يساوي ان انا ما اشتغلش بمنتهى الهمه؟ يا فندم ده غطى كزوزه بيحطه، ده غطى كزوزه بيحطه كده بس، وفي الاخر وعضو مجلس اداره ورئيس اتحاد، وده الكلام ده مش في الكوره بس، في كل الاتحادات الرياضيه عندنا هتلاقيه كموظف سابق مش عارف. والله مش كله يعني، مش عاوز اجمع كله في نفس ذات السله، لان انا عندي اتحادات حلوه بصراحه. لا اتحاد اليد طبعا مثلا، اتحاد السكواش، اتحاد السكواش دي اتحادات شغاله، اتحاد الخماسي الحديث دي اتحادات شغاله، لكن في اتحادات ثانيه حدث ولا حرك حضرتك، يعني الغياب غايبه خالص. وعايز اقول لحضرتك اللي بيقول انجازات او ان احنا عندنا انجازات على في الالعاب الفرديه، دي اجتهاد شخصي من اللاعب نفسه. طيب ده يخليني يا استاذ شريف اسال، ايه هي المواصفات اللازمه المطلوبه للمدير الفني الجديد ومن ثم نضع ترجيحات، يعني نقول عايزين فلان او ترتان؟ اولا المواصفات الاداري لاتحاد الكوره، لازم يبقى اداري ناجح مش لاعب كوره، او واحد كان عضو منطقه او كحد كان رئيس نادي سابق فيجيبوا عضو مجلس اداره الاتحاد عشان تطبق عليه الشروط. لا، اهم شرط ان هو كان اداري ناجح في مكان ما، اداري ناجح يعرف يدير عمل احترافي، ده اولا. ثانيا المدير الفني، لازم المدير الفني عنده خبرات بافريقيا، مدير فني عنده افكار، مدير فني عنده طموحات، مش مدير فني جاي يسترزق عندنا في مصر. مين الاصلح في راي الاستاذ شريف؟ مين الاصلح في راي الاستاذ شريف؟ في مصر؟ في مصر ما فيش مدرب في مصر خالص، احترامي كل اللي موجودين في مصر، ما فيش مدرب وطني في مصر يصلح لقياده المنتخب في التوقيت الحالي. طب مين من بره اللي يصلح في هذا التوقيت؟ هيرفي ريناس ده كان موجود ومتاح قبل 2019 بعد كوبر، وللاسف الشديد البيزنس والمصالح الخاصه والزيس والكلام دوت هو اللي بعده على المنتخب، وكان ممكن يجي. الوحيد اللي يصلح لتدريب منتخب مصر وعنده تجربه سابقه، تجربه ناجحه مع زامبيا ومع كوت ديفوار، فاز معاهم بدوري بطوله بامم افريقيا، هو الفرنسي هيرفي رينار. في ناس بتقول ان في مفاوضات شغاله. المفروض سمعنا يعني مجرد سمع. لو الناس دي بتدور على صالح الكره المصريه هو ده اصلح واحد في هذا التوقيت. لكن في مصر شايف انه ولا واحد. بص يا كابتن، اصلها مش فهلوه ولا اسماء، انت ممكن تبقى كنت لعيب كبير جدا وفز وكل حاجه، بس لا تصلح لقياده منتخب ده حاجه ثانيه خالص. انت
تاخد نادي في وسط الجدول تفوز بيه ماتش وتخسر ماتش وتتعادل ماتش، لكن قيادة منتخب ومصير بلد في الكورة يقودها لاعب عشان كان تاريخه هو لاعب قوي او عشان مدرب متحمس شوية او عشان مدرب حماسي يعني انا قريت بعض الاخبار او بعض التقارير بتشير الى انه كابتن حسام حسن هو المرشح الاقوى الى انه يبقى المدير الفني القادم. بص يا استاذ يوسف، بص مع احترامي الشديد لكل الاسماء، مش عايز اقول اسم بعينه، كلها ناس محترمه وناس دماغي وكل حاجه. تدريب منتخب مصر محتاج مواصفات خاصه مواصفات خاصة مش موجودة في المصريين، من الآخر عشان بس ما تتعبش نفسك ولا تتعب المشاهدين مع حضرتك. ربنا يستر. مش موجود، احنا مش عايزين نتعب المشاهد، احنا مستعدين احنا اللي نتعب. اشكرك جدا جدا يا استاذ شريف. صعب. ربنا يخليك يا فندم، الف شكر. شكرا ليك استاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي الكبير والمعروف طبعا. تعال اخدكم على ايلون ماسك. ايلون ماسك ده بالنسبه لي مبهر في المطلق، يعني كل حاجة بيحط إيده فيها، وده اللي بيعجبني فيه بقى، هو بياخد الحاجة لحد آخرها، رجل لا يتراجع لا يتردد، وطول الوقت هو تقدمي، يعني هو باصص يجي 100 خطوة لقدام. كل اللي الناس بتفكر فيه النهاردة، خليكم تفكروا انتوا في الحتة دي، أنا بقى إيه قافز، فتلاقيه قافز يجي 100 خطوة أو 100 ميل لقدام. إيلون ماسك شارك فيديو لرابط تسلا الجديد أوبتيموس، فاكرين أوبتيموس برايم بتاع ترانسفورمرز؟ هو بقى عمل أوبتيموس، بس أوبتيموس بقى بيمشي بنفس السلاسة بتاعة البني آدم العادي الإنسان، وده شيء مبهر إنه يصل إلى إنه يعمل أو يطور تكنولوجيا تخليه ماشي مكنة آلة ماشية بنفس ذات السلاسة بتاعة البني آدم وهو بيتحرك. أنا محتاج أفهم من دكتور محمود ياسين شمس الدين الأستاذ المساعد بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير علي حضرتك أستاذ يوسف. مساء النور عليك يا دكتور. أهلا وسهلا. أنا من الناس اللي تحب تقرأ عن الذكاء الاصطناعي وإن كنت غير متخصص، بل أزيدك بقى من الشعر بيت، أعلم تمام العلم انه عندنا علماء مصريين في الذكاء الاصطناعي والروبوتكس هم الاكبر والاهم على مستوى العالم. ده حقيقي استاذ يوسف، فعلا احنا في مصر الحقيقه، والدعم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، في انشانا كليه للذكاء الاصطناعي، كانت كليه الذكاء الاصطناعي جامعه كفر الشيخ سنه 2019، دي كانت فئة مخصوص عشان تتماشى مع التقدم التكنولوجي المتسارع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. لان حضرتك زي ما ابتديت كده واتكلمت على اي الماد ان هو بيقصي قفزات الانسان، وحضرتك عارف ان الثروه او الثوره الحقيقيه هي ثروه الصناعه التكنولوجيه وصناعه المعلومات. طبعا المعرفه والعلم ده الاقتصاد الجديد. هي دي فعلا اللي يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ان المعلومات وعصر المعلومات وعصر الذكاء الاصطناعي هو ده اللي بيخلي بيقدم الامم، زي امم كتير تقدمت ما عندهاش لا بترول ولا غاز ولا عندها اي حاجه الا العلم والتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. فبالتالي الاهتمام بمثل هذا الانواع من العلوم، اهتمامنا ودخولنا فيه هو كبير جدا وبشكل واسع، والحمد لله علمائنا المصريين سواء كان جوه مصر او بره مصر متقدمين في هذا المجال بشكل كبير. طيب ازاي شفت الروبوت الجديد ده دكتور، يعني اوبتيموس اللي ظهر مع ايلون ماسك، وفي نفس الوقت انا عايز اربط ده او يعني هاخد ده معاه انه هذا العلم وهذه الابحاث وهذه التكنولوجيا تحتاج كم تمويل ضخم جدا. ده حقيقي يا فندم، هو الفكره كلها بتعتمد على حاجه بنسميها المالتي ايجنت سيستم، او ان احنا بنتكلم على مجموعه من السنسورز او مجموعه من الماكين بتشتغل بنظام الايجنت، يعني بتتاثر بالبيئه وبتدي رياكشن للبيئه. السنسورز دي بتبقى مصنعه خصيصا لاستخدام البيانات والمعلومات بشكل كبير جدا، وبتعتمد بشكل اساسي على
البيئه اللي موجوده والبيئه اللي هي اللي بتتعامل معها. فبالتالي احنا السنسورات دي او الاجهزه دي بتبقى غاليه جدا، تكلفتها عاليه جدا، لكن الفكره كلها بانشائها والتعامل معها برمجيا، يعني استخدام حاجه زي الحوسبه السحابيه، كلاود كومبيوتنج، استخدام الماشين ليرننج اللي هو تعلم الاله، استخدام قواعد بيانات كبيره جدا، التعامل طبعا حضرتك عارف ان الاله دي لها القدره على استيعاب كم كبير جدا من المعلومات وايضا تنفيذ المهام بشكل كبير. فبنلاقي طبعا هي مجموعه متكامله، ما نقدرش نقول ان فرد واحد هو اللي يقدر يشتغل عليها، لكن مجموعه كبيره طبعاً من الافراد يتعاونوا ويتكاملوا مع بعض عشان ينفذوا مهمه كبيره زي دي. فالروبوت في الفكره هو عباره عن مجموعه متكامله من السنسرز ومجموعه من البرمجيات والابلكيشن المتقدمه شويه، بتحتاج جهد شويه في عمليه البرمجه والتنفيذ. عظيم جدا جدا جدا، اتمنى ان احنا يعني انا واثق في العقول اللي موجوده عندنا ان احنا في وقت من الاوقات نستطيع ان احنا نصل الى الروبوت المصري بالجهد المصري بالاستثمار المصري وطبيعه الحال بالعقول المصريه. كل الشكر ليك دكتور محمود ياسين شمس الدين، الاستاذ المساعد بكليه الذكاء الاصطناعي جامعه كفر الشيخ، والمذيع لم يبالغ في قوله بأنه أهم علماء روبوتكس وذكاء اصطناعي في العالم، مش هزار، مصريين. وارجع على المعاهد البحثية اللي في أمريكا وشوف الأسماء. خليني أطلع بيك على فاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن مقترحات الإصلاح الاقتصادي لو حبيت تسميها كده كويس، أو الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري وكيفية جذب الاستثمارات من بره، وده هيبقى جوه الحوار الوطني زي ما حضراتكم عارفين. المقترحات ترسل حتى يوم 11 فبراير، الزمن بيجري، احنا النهاردة عمليا بقينا 4 فبراير، فاضل أسبوع، ابعتوا الاقتراحات بتاعتكم حتى تناقش، الكل شريك في هذا الحوار. ضيوفنا بعد الفاصل سيادة النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دكتور هشام فريد خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة بهولندا منذ عام 1988، دكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، كلهم ينورونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، عاملين ايه بقى؟ احنا هنتكلم اقتصاد اقتصاد، وخلي بالك كل اللي على الترابيزه في خط وانا في حته تانية، يعني عشان برضو انا في حته تانية، انا بتاع كارل ماركس وفريدريك انجلز اللي قاعدين حاجه تانية خالص، بس ده مش ده المهم. انا لن ادلي بدلوي في محاوله اداره دفه الحوار ناحيه الماركسيين، انا عايز اسمع قدر الاستطاعه لانه اللي قاعدين معانا خبراء زي ما الكتاب قال. كل الترحيب بضيوفي الاعزاء سياده النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، منور. عامل ايه؟ كله تمام؟ دكتور عمرو صالح الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، ازي حضرتك؟ مساء الخير، اهلا بيك. كله تمام؟ الحمد لله، كله زي دكتور فعلا. هشام فريد خبير الزراعه البيولوجيه والتنميه المستدامه بهولندا من 88، موجودين هناك صح كده؟ نعم. دكتور يسري الشرقاوي طبعا رئيس جمعيه رجال الاعمال الافارقه واحد المع واهم الخبراء الاقتصاديين بافريقيا، منورنا دكتور. تنورك، عامل ايه؟ الحمد لله كويس؟ كله كويس ان شاء الله. يتم تقديم كافة المقترحات حتى موعد أقصى يوم 11 فبراير، وإحنا كده بقينا فبراير صح الجاري، وبعد كده يتم تحديد مواعيد الجلسات. ويمكن الرئيس لما اتكلم قال أنا عايز حوار معمق عن الاقتصاد وكيفية إصلاحه، وعايز أسمع من صديقي العزيز محمد فريد. طيب مبدئيا هي فكرة استئناف الحوار الوطني والتركيز على الملف الاقتصادي ده يعني إجراء يعني مهم جدا، بيلمس اهتمام الرئيس بالوضع الحاصل، بيتماس تماما مع الحديث بتاع كل الناس، كل الناس نتكلم فيه الشأن الاقتصادي والوضع الاقتصادي والأزمة اللي احنا فيها وهنتحرك منها ازاي.
اكتوبر 22 كان في مؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل، وده كان مؤتمر مهم جدا لانه حط خطوط رئيسيه للازمه اللي احنا فيها، نخرج منها ازاي، هنتحرك منها ازاي. النهارده بعد كده حصل الحوار الوطني، كان جزء كبير من النقاشات كان معظمها داير في فلك المساله الاقتصاديه وايه اللي ممكن يتعمل، موضوعات متنوعه جدا، وكان الحقيقه كان حوار ثري جدا، وكان في مقترحات مهمه جدا اتقالت، واهميته كمان كان التنوع اللي كان موجود فيه، لان انت كان عندك الطيف السياسي كله كان موجود، بالاضافه طبعا للخبراء والاكاديميين اللي كانوا موجودين. النهارده بناخد الموضوع كمان لمرحله تاليه ومتعلقه بقى بالنقاش على الوضع القائم الحالي، الحلول المرجوه ايه هي. في ظهر وثيقه صدرت من مجلس الوزراء بتاعت التوجهات الاستراتيجيه للاقتصاد المصري في الست سنوات القادمه، اعتقد دي وتم ارسالها كمان للحوار الوطني، فاعتقد دي هيتم النقاش عليها. عندنا قبل كده كمان وثيقه سياسات ملكيه الدوله، فبالتالي في مجموعه من الخطوط اللي بيتم وضعها ان احنا نطور رؤيه للفتره اللي جايه، هنعمل ايه، هنتحرك ازاي، دور الدوله هيكون ايه، الازمات اللي عندنا ازاي نتحرك فيها، الدروس المستفاده مما مضى ازاي. في تصوري هي مساله ازاي ان احنا نطلق الطاقه الكامنه جوه الاقتصاد المصري، احنا عندنا بوتنشال كبير جدا لكن محتاجين ان احنا نحرره ونطلق الطاقه دي علشان نطلع لقدام، وده مش هيحصل بقرارات حكومية بس أو بتشريع بس، لكن نتيجة حالة من الحوار لازم تكون بين الأطياف كلها والأطراف كلها عشان يكون في توافق على الأولويات ونقدر نتحرك لقدام بقى خطوة بخطوة، ويبقى في عندنا أجندة وطنية لتحرير الاقتصاد بتاعنا والإطلاق. وأنا باخد الكلام ده برجع هنا على دكتور عمرو، أنا عندي وضع سياسي شديد الصعوبة في المنطقة، المنطقة بالكامل تقريبا شديدة الاحتقان أو على الأقل فيما هو قريب مني، أنا عندي ليبيا وعندي السودان وعندي فلسطين، وأصبح في عندي الجبهة السورية الأردنية والضربات الأمريكية اللي بتحصل، وعندي في العراق وضربات أمريكية، وعندي اليمن السعيد للأسف لم يعد سعيدا، وباب المندب، وبالتالي وضع سياسي شديد الصعوبة. هتعامل ازاي مع هذا الوضع السياسي وانا بحاول ابني رؤية اقتصادية وبرتب اولوياتي؟ صحيح. انا سعيد اتكلمت على كتاب الاقتصاد واتكلمت على ماركس. طيب والمناسبة ماركس دي كلمة شهيرة قال لك جون سوي با ماركسيست، انا لست ماركسيا. لست ماركسيا لان هو ماركس. لكن شوف كلمة ماركس مهمة قوي، لان من فكر او فكرة تم تحوير هذه الافكار الى منهج ومدرسة خدتنا بعيد، خدتنا في حتة تانية خالص. فالفكر مطلوب والوثيقة مطلوبة، وسنرجع للوثيقة. كتاب الاقتصاد علمنا ثلاث حاجات، يمكن أنا أتكلم من 91، إحنا مش قدام قوي، لكن عاصرنا فترة التسعينات وعاصرنا حاجة اسمها الإصلاح الاقتصادي، حاجة اسمها برياس، برنامج المصري للإصلاح الاقتصادي 91. وتعلمنا إن الإصلاح الاقتصادي، إحنا دولة قديمة بالمناسبة في الإصلاح الاقتصادي، إحنا مش دولة جديدة. وشغلنا مع البنك الدولي ومع صندوق النادي الدولي، والبورتفوليو بتاعت البنك الدولي بتاعتنا كانت 2 مليار او 3 مليار في سنه 2013، النهارده فوق ال 40 مليار، يعني احنا دوله عندنا جداره ماليه وعندنا جداره ائتمانيه، ونعرف نتعامل ازاي مع الاقتصاد الدولي اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هو بقى فيه انسرتينيتي من 2020. كنا زمان واحنا في الكليه واحنا صغيرين كنا بندرس ان الازمات الاقتصاديه بتحصل كل 100 سنه كل 50 سنه، النهارده من 2020 الازمات الاقتصاديه، والناس لازم تعرف هذا الكلام ودي مش شماعه، الازمات الاقتصاديه ممكن تحصل كل شهرين ثلاثه او كل فاللايف سايكل بتاعه الانسرتينيتي بقت عاليه جدا. احنا بنعيش في عصر فيه انسرتينيتي بشكل كبير. هل تقدر تعمل خطه اقتصاديه؟ طبعا تقدر تعمل خطه اقتصاديه. هل ده يعني ان انا ما اقدرش اخطط؟ لا، انا عندي رجلين اتنين، صحيح ان عندي ضربات لكن عندي رجلين اتنين، اهم حاجه يكون عندك رجليك واقف عليها. ضربات هتاخد، ضربات هنتضرب، هنتخبط، هنقع، لكن ما دام رجليك القواعد بتاعتك ثابته هو ده المهم. احنا في مصر عندنا مدرسه اقتصاديه كبيره جدا، مش عايز اتكلم على اسامي، احنا تربينا يعني الله يرحمه استاذنا الدكتور علي لطفي علمنا، كان استاذ في الكليه علمنا كده، التنميه الاقتصاديه هي ضربات متوازيه متواليه في اتجاهات متعدده متعدده في وقت واحد. الدولة أنا في وجهة نظري الشخصية، وكلنا بنعشق هذا الوطن، الدولة كدولة ما قصرتش. الدولة عملت كل شيء، بنية تحتية، جذب الاستثمار، تعديل في القوانين، فيجن. وبالمناسبة أنا يمكن يعني يختلف في شيء، الرؤية مهمة جدا، بس أنا شايف إن إحنا مش محتاجين وثيقة،
الوثائق كتيرة جدا والأفكار كتيرة جدا. إحنا محتاجين روشتة، وفرق بين روشتة وفرق بين وثيقة. الوثيقة ورقة، لا أنا محتاج روشتة موجودة بأفكار وبرؤية وبوقت زمني وبكي بي آيز. وبكي بي آيز يعني أنا عندي شخص هجيبه هقول له حضرتك هتقعد سنة سنتين، أدي الكي بي آيز بتاعتك. وطبعا الناس فاهمة عليك بي آيز يعني إنديكيتور، مؤشرات أداء. حضرتك ما أديتش هذا العمل بهذه المؤشرات اللي متفق عليها، شكرا مع السلامة، نشوف شخصية تانية ويتم اختيار الأفضل. فأنا كان رأيي إن إحنا مش محتاجين روشيتا بوثيقة بقدر ما محتاجين روشيتا تحدد لنا الأمراض بتاعتنا، أو خلينا نقول الجابس أو فرص التحسين عشان نقولها بطريقة يعني ظريفة أظرف، فرص التحسين عشان نقدر نتقدم للأمان. ولا سيما إن إحنا عملنا كل شيء. أولا كتاب الاقتصاد علمنا، وحضرتك كلمت على كتاب الاقتصاد، ويمكن تجربة الإصلاح الاقتصادي علمتنا ثلاث حاجات. إن أنا محتاج political will وتشامبيون، عندنا تشامبيون طبعا. يعني ده مش كلام عمرو صالح، ده كلام كتاب الاقتصاد. يو نيد تشامبيون، محتاج بطل وعنده اراده سياسيه. عندنا رئيس وعندنا بطل من حديد لا ينام، وكلنا مختلطين بساده الوزراء زملاتنا والناس شايفينهم ما بيناموش، بيشتغلوا 24 ساعه. عندنا كونسلتيتيف بروسيس النهارده اللي بيتم، اللي هو الحوار الوطني ده كونسلتيتيف بروسيس، لازم زي ما قال زميلنا الفاضل ان يتم الاصلاح من خلال الناس، لان مفيش حكومه بتعمل اصلاح لوحدها. لو عملت اصلاح لوحدك تفشل. شوف الناس عايزه ايه ولم الناس حواليك عشان تشتغل، ثم بعد كده يكون عندك الرؤيه فيجن. فالرؤيه طلعت والوثيقه طلعت، واتكلمنا على الوثيقه من فتره وقلنا الوثيقه ممتازه حلو. لكن انا رايي الشخصي وهذا الكلام بقوله بقالي 25 سنه استاذ يوسف، مشكلتنا مش في الماكرو، مشكلتنا في المايكرو تحت. عندك رئيس وعندك قيادة سياسية وعندك ناس بتشتغل وعندك بنية تحتية اتعملت وعندك إعلام بيشتغل وعندك بعثات وعندك وزراء بيروحوا بنك دولي وصندوق نقد دولي وعندك ماركتينج رائع. لكن مشكلتنا في تحت في الجراس روت، في الكريتيكال ماس اللي انت بتنزل تروح اسم شرطة، تروح محكمة، بتروح المصلحة، ادخل محكمة، ادخل اسم الوزارة، ادخل شوف 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 الشغل لازم يتعمل هنا. وحضرتك يمكن اتكلمت على دوله مش عايز اذكرها، لكن انت اتكلمت عليها قبل واحنا في الحوار. شوف الدوله دي ماشيه ازاي من فوق لتحت. أوكي. من فوق لتحت كله ماشي بنسق واحد، لكن احنا للاسف عندنا مشكله في القواعد التنفيذيه في 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 الجراس روت. هي دي المشكله اللي موجوده. احنا محتاجين اللائحه التنفيذيه بتاعه الرؤيه. طيب هنا هرجع لدكتور هشام، واحنا بنتكلم يا دكتور هشام خبره طويله جدا، ويمكن برضه بعد شويه كمان عايز لازم ارجع لدكتور يسري. عندنا خبرة طويلة جدا من دكتور هشام في العمل في أوروبا، من دولة من الدول اللي موجودة في السقف الأوروبي كده، سقف العالم زي هولندا. أنا النهاردة قطعت شوط كبير كدولة في مسألة الاستثمار الزراعي، اتساع الرقعة الزراعية، بشتغل على موضوع المية إلى آخره. بس وده انطلاقا بالمناسبة من الماركسية، علشان أقدر أوصل لده أنا محتاج الأول رأس مالية متقدمة جدا. يبقى أنا عايز أجذب استثمارات، وبالتالي أنا عايز الخبرات بتاعت بلاد برة تبقى موجودة عندي، وعاوز استثمارات من بلاد برة تبقى موجودة عندي في القطاع ده، أعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا لا أتقن الكلام عن الاقتصاد زي السادة الضيوف دول الأساتذة. طبعا أنا بقول دايما أنا ما بعرفش أتكلم، أنا بفعل. حلو. احنا بعد الثوره حتى يعني ثوره يونيو انا عملت مؤتمرين اقتصاديين في جنيف، وحضروا من وزاره الاقتصاد، وجبت ناس رجال اعمال من اوروبا وناس من البنك الدولي واساتذه في الاقتصاد مصريين في الخارج، وجبنا يعني حاولنا نعمل ماتشنج، نحاول ان احنا كان ساعتها نساهم في اعاده بناء الاقتصاد المصري. وعملت مؤتمرين يعني في 2014 و2016. كويس. انا راجل بطبعي ما بحبش اقول هعمل، يعني انا بطيء جدا في التحضير وكتوم جدا، ولكن بعلن، بقدم خطوات فعليه، بقدم خطوات. لان انا يعني انا من مدرسه الفعل، يعني هو الحوار الوطني ده شيء كويس جدا وشيء جيد، بس هو عمليه يعني ده رايي الشخصي انا، ان عمليه استمرار الحوار الوطني احنا بنتكلم طب هننفذ امتى؟ ما انا لازم اتكلم واقدم الافكار اللي لا ما هو حضرتك فيها المقابل للتنفيذ. لا ما هو حضرتك احنا لا احنا عندنا بص يعني هي دي حاجه عندي انا
كلما اتسعت مساحة النقاش وكثر الناس اللي بتتكلم لن تصل لشيء. معلش الاراء مختلفه، الاراء مختلفه، ولذلك الدوائر ضيقه الناس بتعترض. لا 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 بالعكس 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 لا هو يعني الكثره او الجوده مش في الكثره، يعني الجوده في زي ما قال الدكتور، قال لك احنا عايزين روشيتا. حلو روشيتا. انا بقى بقول الروشيتا، انا مش هتكلم الكلام هشام. انا احنا اتكلمنا قبل الهوا شويه، عايز اقول حاجه كفايه يعني اتكلم. لا احنا مش عايزين يلا بينا نبدا، عايزين نبدا يعني انا مره في حوار يعني انا في حوار سمعته مره واحد بيقول والله انا عاجبني موضوع الحوار الوطني ده وهقدم مقترح واطالب بيه ان هو يبقى طول السنه. كويس. طب طول السنه هنتكلم هنشتغل امتى؟ انا من انصار الحوار الوطني يا سيدي، بس سيبنا من انا مش ضده، انا مش ضده، انا عايز بص حضرتك ايه الروشته اللي عملتها؟ ايه الروشته لحضرتك النهارده؟ دور الدوله ايه؟ دور الدوله هي انها ترعى المصالح للمواطنين. كويس. تحافظ على مكاسبهم. صح. توفر لهم السبل السليمة القانونية لأنهم يشتغلوا وتدير المنظومة كلها وتراقب، ده دور الحكومة، وتيسر على المواطنين. صح. وتيسر على المستثمرين و و و و. يبقى لازم يكون في عندنا قانون استثمار فعلا يستحق ان هو يجذب المستثمر. انا صريح شوية هقول لك ان القانون الحالي لن يجذب المستثمرين، ومع ذلك أنا مش متشائم، لأن أنا شخصيا الشهر اللي فات أنشأت شركتين في مصر. طيب يبقى القانون بيجذب أهو. لا 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 أنا ما اشتغلتش لسه مع القانون. ده محامي اللي شغال ربنا يكرمه. كويس. تمام. لكن أنا عملت إيه؟ عايزه في القانون يعني اللي بيشير إليه دكتور هشام وعاوز شايف إنه يحصل له تعديل. لازم يكون في ضمان للمستثمر إن أنا ما أجيش النهارده بعد ما أحط أعمل خطة لدراسة جدوى وتمن الأرض كذا، تمني كذا، عمالة كذا، عمالة كذا، أجي أفاجأ بعد سنتين لا والله ده أنت سعر المتر بتاعك ما كانش مظبوط، ده أنت عليك 30 مليون زيادة. دي خلصت لو عايز الحق يعني؟ أنا ما أعرفش القصة دي خلصت. أنا ما أعرفش أنا ما أعرفش يعني أصبح السعر شديد الوضوح يعني التعاقد على الأرض. لازم يكون في شفافية وضمانات إن ده ما يحصلش، لأن خلي بالك إحنا بنعتقد إن اللي إحنا بيحصل هنا مش بيسمع بره، لا بيسمع. يعني انا لو عاوز هقول لك المفيد، هقول لك المفيد بقى اللي هو العمل اللي انا بتكلم فيه. انا النهارده من 3 اشهر كنت هنا لان انا رايح جاي يعني. قعدت مع المستشار الهولندي الزراعي ده كان جاي جديد فما كانش عنده الرؤيه يعني واضحه بالنسبه لمصر. قعدت اجتمعت معاه في السفاره هنا وقلت له والله كذا كذا كذا. هو كان رؤيته يعني شايف مجال البطاطس والموالح ان ده حاجه يعني عايز يعمل فيها شغل. حلو. انا قلت له لا لا مش ده اللي احنا عايزينه، لان الراجل فاهم احنا اكبر مصدرين للموالح، احنا عندنا النهارده في شركات. فانا عايز ازود مثلا استثماراتي لا في لا انا عايز اشوف حاجه ثانيه بقى. أنا عايز ازود استثماراتي في الفول السوق. لا عايز استثمر في الصوب. ماشي. لان الصوب دي طفره جميله جدا. هل هم مستعدين لده يا دكتور؟ يا فندم احنا عملنا اجتماع وقال لي ايه رايك نعمل مؤتمر لما ترجع في هولندا. قلت له موافق. عملنا مؤتمر في هولندا ودعينا الشركات الهولندية اللي عندها رغبة في الاستثمار في مصر. حضر عدد يعني مش عايز أقول لحضرتك احنا عملنا ورش عمل. الورش العمل اللي عملناها 3 ورش عمل، كل ورشة عمل فيها ما لا يقل عن 30-40 شركة. طب ما ده برضو أخذ يفكر ويفكر أو. لا بس بنفكر في إيه؟ ده الحوار الوطني. لا لا ده مش حوار وطني. يعني الناس بتتكلم لا 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 وبتفكر. لا 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 ده مش حوار وطني. لا 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 ده مش حوار وطني، ده مصلحة. أنا عايز أشتغل. يبقى انا لا بص حضرتك الشغل ما هو احنا نقول ايه الحوار الوطني مش هيوصلنا لشغل. انا بقول لحضرتك كده وانا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده يعني. الحوار الوطني هيعمل افكار. طب هنعمل ايه بالافكار دي؟ هنبتدي بقى ننفذ. حليني بقى. لا انا عايز انجز النهارده. انا انجزت النهارده. انجزت عملت. هو عايز لا عايز اكمل لك دي بقى. انا عايز اكمل لك دي. ما هو انت قطعتني. انا عايز اكملها لك. ما انا عايز ابقى مركز في الحته اللي بنتكلم فيها. ما انا هركز لك فيها اهو. الاستثمار ازاي بقى احنا عملنا ورش العمل وكنا قاعدين زي الطلبه في الجامعه بنكتب الافكار. كويس. ده عايز وده عايز. السيشن ده بياخد ايه؟ ده السيشن ده 45 دقيقه. انا فاهم. خلاص طلعنا بالافكار. عملنا اجتماع للشركات اللي عندها الرغبه انها تروح مصر. كويس. عملنا الاجتماع في وزاره الخارجيه. حلو. حطينا البروجرام. حلو. حضرتك يوم 10 الوفد الهولندي جاي جايب انا معايا 16 شركه هولنديه نازلين مصر. افندم 10 فبراير هنا. انا جاي لحضرتك كده اجيب لك الناس كلها 6 ايام يعني. ايوه
طيب البروجرام مكتوب يا فندم. حلوه دي كتبنا البروجرام. خليني احنا بنشتغل من 8:30 الصبح ل 9 بالليل. خليني اتوقف عند النقطه بتاعه مع شركات مصريه. هتوقف عند النقطه بتاعه 10 فبراير الهولنديين جايين وهرجع لها مره تانية. هنا هروح بقى للدكتور يسري. دكتور يسري برغم انك سبتني وطلعت كوت ديفوار من غيري وانا زعلان لكن هسال بواقع برضو خبره طويله جدا عشرات السنين في العمل مع اشقائنا الاصليين الافارقه وانا عارف وجهه نظر حضرتك. المساله لازم تبقى رايح جاي طبعا. طيب انا هروح افريقيا وعاوزهم هم كمان يجوا لي اعمل ايه؟ طبعا في الاول انا بشكرك وبشكر كل الزملاء الضيوف الكرام. انا بس كل اللي انا عايز اقوله خلينا نقول على جزئيتين بساط بمنهجيه سريعه. انا شخصيا بأؤيد دائما ان يكون هناك ثينك تانك، ان يكون هناك حوار وطني في افكار على كريتيريا وعلى معايير يتم اختيار الكوادر الموجوده. نحلل الجوله الاولى بالحوار الوطني، نعرف الكوادر اللي كانت موجوده ليه وجات ازاي، هم تكنوقراط، هم مهنيين، هم اكاديميين، نسبهم قد ايه، عشان نعرف نوصل للسينك تانك اللي كان فكره هنقدر ننفذها وطلع بروز وطلع غراز. لان اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه كمان عندنا بورتال ويب سايت للحوار الوطني الكتروني كان ماشي بالتوازي مع الجلسات. المفروض نعرف نعمل كومبير ونشوف افكار كتير جدا من الناس، عشان الناس بتطرح دايما حلول. من كان شريكا في المشكله لابد ان يكون شريكا في الحل، عشان نقدر نحقق حلول كتير جدا. ده بالنسبه للحوارات. عشان ندخل جوله جديده لازم نغير المعطيات، عشان نغير الشق الشكلي، عشان نجد الموضوعي لازم يكون عندنا مشروعات تطرح على موعد مستديره في الحوار الوطني، مش مجرد ان جلسات استماع. لازم يكون عندنا نتائج معينه او قرارات معينه هيتم العمل عليها. ده قريب من كلام دكتور هشام برضه. يعني انا اقصد ان انا نغير هو الحوار الوطني المطلوب، لكن في كل جوله من جولاته لابد ان احنا نغير الشكل وحتى نخرج بمخرجات الموضوع. ده واحد. رقم 2 والمهم جدا، هناك بعض الموضوعات المهمه جدا يعني انا اي حد بيشتغل على حاجه قصيره الاجل وحاجه طويله الاجل. النهارده معدل التغير العالمي والجيوسياسي والظروف الاقتصاديه بتتغير كل اسبوع مش كل شهر كمان زي ما قال دكتور عمرو. عشان كده احنا محتاجين يكون عندنا قضايا تتحط وانس. يعني مثلا على سبيل المثال ما زلنا امام قضيه تتعلق بالاقتصاد الموازي، السيوله في الشارع. السيوله اللي في الشارع دي، الليكويديتي اللي موجوده دي بتاثر عندي في التضخم، بتاثر عندي في شراء الدولار وشراء الذهب، وبالتالي انا قطعت شوط قد ايه في الدفع الالكتروني، قطعت شوط قد ايه في ان انا اسيطر على السيوله دي. دي قضايا لازم تطرح وتوضع مباشره علشان خاطر نقدر نحل المشاكل المتراكمه على 40 سنه. لانك مستثمر عايز سعر واحد. بالظبط كده. فبالتالي لازم اعرف ان وجود سيوله في الشارع، وجود ليكويديتي في الشارع دائما هياثر عندك على كل القرارات اللي بتاثر في الماكرو كمان، ودي في الماكرو. الحاجه الثانيه، انا عندي مشكله كبيره جدا في كل الاوعيه الدولاريه. الاوعيه الدولاريه او الشرايين اللي بتغذى الاوعيه الدولاريه عباره عن مصريين بالخارج، عباره عن صادرات، عباره عن سياحه، عباره عن استثمار اجنبي مباشر. كل وعاء من دول لازم احطه كده في الحوار الوطني عشان ما ننقش الموضوع لانه جلسه استماع. لازم اعرف كويس قوي انا عملت ايه للمصريين بالخارج وجبت منهم قد ايه وانخفض الدخل قد ايه وهزوده ازاي. هي دي الامور وبالاجراء 1 2 3 4 لحد 5 ومين المسؤول عشان خاطر نقدر نحل. لكن القضيه كلها ما بين ان انا عندي عدد كبير جدا من الادوات والمؤتمرات والورش والزيارات الثنائيه واللقاءات دي كلها في الاخر لابد ان تنعكس على النتائج، هذا والا سنظل في مشكله كبيره جدا في النموذج الاقتصادي. الحاجه بقى الاهم جدا في افريقيا ان احنا لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان 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 الاراده السياسيه كما قال الدكتور عمرو توفرت تماما للعمل مع في الملف الافريقي وتعزيز العلاقات الاقتصاديه المشتركه. لازم يكون عندك جيل متنوع من مجتمع المال والاعمال معاه برودكت مصري، هذا المنتج ده هو مؤمن بيه ويعرف كويس جدا معلوماته هيجيب ايه من افريقيا وينزل على الارض. احنا لما نزلنا على الارض الاسبوع اللي فات كنا في غانا وكوت ديفوار، عايز اقول لك الحياه اسهل مما اي حد يتخيل. لما كنا غانا في كوت ديفوار من غيرك لا انت بتاع شرق افريقيا، انت كينيا وتنزانيا وموزمبيق. فبالتالي الناس عندنا فرص كبيره جدا، شركات المقاولات بتاعتنا عندنا فرص كبيره جدا. عايز اقول انه مثلا 400,000 لبناني في بلد 35 مليون في كوت ديفوار مفتوحه ومنفتحه لكل الشغل، محتاجين مننا مواد بناء، محتاجين مننا ملابس قطنيه، محتاجين مننا ادويه ومستلزمات طبيه، محتاجين مننا دكاتره على فكره موجودين ومرحبين جدا احنا نشتغل معاهم. كتير جدا من المصريين ما يعرفوش ان كوت ديفوار معاها اتفاقيه جمارك حره ما بينها وبين امريكا، يعني السوق الامريكي اصلا مفتوح على سوق كوت ديفوار بدون جمارك، وبالتالي انت محتاج تتواجد بمعلومه، تتواجد بمعلومه على الارض. تقدر طبعا تقدر وتشتغل كويس جدا. انا عايز اقول حاجه بقى معلومه ليك انت تحديدا هنا في الحلقه الجميله دي. مركز خدمه وصيانه سيارات، يعني يطلع 2 مصريين مهندسين ميكانيكا بيشتغلوا في مركز، يفتح مركز خدمه وصيانه سيارات في كوت ديفوار يكسب $50,000 بير مانس. جهز يا فريد بالشهر.
ست هندسه الميكانيكا من زمان بس نرجع تاني لو كده يلا بينا بامان. انا بكلمك بامان يعني انا اقصد اقول ايه ان احنا لازم نحط في اعتبارنا ان الملف الافريقي لو بتدور على دوله صفراء احنا بنستورد 13 مليون طن دوله صفراء في السنه من امريكا الجنوبيه. افريقيا النهارده فيها دول تقدر تديك دوله صفراء. افريقيا النهارده عارضه علينا وعارضه على زامبيا, عارضه على وزاره الزراعه المصريه, والكونغو عارضه اراضي 99 سنه في حزام القمح فري للمستثمر الزراعي اللي عايز يجي يستثمر في ميه, في عمال, في موظفين, في معدات. وبالتالي احنا محتاجين مثلا فكره يعني تطرح في الحوار الوطني, بان بقى على باب الحوار الوطني صندوق مصر السيادي اللي اسس 2018 عنده فرصه يعمل صناديق فرعيه. لو اتعمل صندوق فرعي منه للاستثمار الزراعي في افريقيا يجيب 10 مستثمرين معاه عشان يقدر يشجعهم جوه النواه. انا بتكلم انا بطرح احنا بنطرح ندورنا في احنا دورنا عشان نوصل للطرح ده. فبالتالي يقدر ياخد معاه الصندوق يبقى هو الرئيس. وبعدين تعالى النهارده عندك شركاء تنميه, يعني بنك التنميه الافريقي الان يبحث عن فرص للتنميه في القاره الافريقيه. فلما تيجي تقول له انا رايح ازرع في زامبيا ومعايا 3-4 شركات من مصر ومعايا صندوق مصر السيادي في صندوق فرعي, هيقول لك انا داخل معاك عشان نقدر نشتغل. لما تدعي مستثمر في دول الخليج تقول له انا بستثمر في زراعه في افريقيا, هيقول لك انا معاك طبعاً. لما اجيب هولندا بالمعدات الزراعيه, لان في مجلس اعمال هولندي افريقي على مستوى افريقيا عايز يشغل برضه شركاته وزرعه. فبالتالي انت امام نماذج يعني محتاجه يا استاذ يوسف. خلي بالك, واخر حاجه انا ممكن اقولها في حل مشكلتنا الاقتصاديه ثلاث حاجات: قضاء على البيروقراطيه, زياده مساحه الثقه, المانجمنت. نحن دوله لديها اصول, نحن دوله لديها تاريخ اقتصادي, نحن دوله مهما اشتدت الازمات ابقينا على الايفاء بالتزاماتنا في الدين الخارجي في اصعب الظروف, ولدينا تصنيف ائتماني جيد مهما تحدثت اكشاك التصنيف الائتماني. لكن نحتاج الى اداره ثقه, قضاء على البيروقراطيه. طيب انا استاذنكم, المناقشة كده وصلت لمرحلة أكتر من رائعة, لأنه بدأنا كلنا نشتبه باستثناء فريد. إيه أنا عارف بيقعد هادي وكده يطلق نيرانه في الآخر. هروح للفاصل وهنرجع نكمل الكلام. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ انا ارحب بكل ضيوفي, مش هقول الاسماء من اول وجديد, بس هنا جه الدور ان انا ارجع بقى لمحمد فريد. قول لي بعد ما انت سمعت كل ده, وانا زي ما بقول كده فريد يقعد ساكت ويطلق نيرانه في نهايه الحديث كما جرت العاده. طيب لا بصوا, طبعا الكلام يعني كله مهم, هي المساله مساله امبلمنتيشن التطبيق. طيب عظيم جدا, بس خليني بس الاول يعني قبل ما نغرق في الكلام الحلو والتفاؤل, لا احنا عندنا مشاكل. احنا بنتكلم على فكره السيوله اللي موجوده. السيوله دي مش سيوله مواطن, السيوله دي نتيجه الحكومه, سياسات حكوميه. انا النهارده عندي بعاني من تضخم, ده نتيجه سياسات الحكوميه. عندي مشكله بتكلم في مساله مثلا اللي هي سعر الصرف, أزمة سعر الصرف ده, لأن أنا عندي سعر مصطنع, سعر اسمي اللي هو في البنك, وسعر حقيقي اللي هو في السوق اللي بنقول عليه السوق السوداء والسوق الموازي. لأن أنت في الآخر لما هتروح البنك لو عملت إيه, مش هتجيب لك دولار, فده سعر اسمي. قول زي ما أنت عايز, يعني يسميه أي حاجة, لكن في نهاية اليوم ده الفرق ده نتيجة سياسات حكومية. طيب الحاجة الثانية اللي عندي أنا النهاردة لما بتكلم على فكرة تشجيع الاستثمار والدولة, أنا لازم أحدد الأول دور الدولة إيه يا جماعة. أنا الدولة المفروض تعمل إيه؟ ما هو أنا مش شايف أبدا يعني إن في أي وجهة في الدنيا أنا أسف تخلي إن الدولة يبقى عندها شركة سياحة, أو إن الدولة تروح تبني إسكان فاخر. فلازم النهاردة أعرف إيه أنشطة الدولة الأول, لأن ده اللي بيخلق لي إيه؟ ده بيخلق لي مزاحمة للراجل المستثمر اللي عايز يجي يستثمر. الحكومة بتزاحم المستثمر على الاقتراض من البنوك. الدولة تشتغل على الإسكان الاجتماعي لدعم فئات. هي تشتغل على الإسكان الاجتماعي وحتى لكن إسكان فاخر ليه؟ أنا بقول لك يمكن تكون عاوزة تستثمر. لا ما هو ده مش استثمار. يعني الاستثمار تاني برضه, ما احنا يعني خلينا بقى إيه يعني باك تو بيسكس بقى. أنا النهاردة الهدف في الألمان تدق الأجراس. أيوة. الأجراس تدق, المفروض لرخاء المواطن. فأنا عايز المواطن يبقى حالته أحسن. حالته أحسن إزاي؟ إن أنا قدامنا الدنيا كلها, الدول اللي فلحت وربحت ثابت السوق يشتغل, الدولة ريجيليتر ومراقب وتضمن ان يبقى فيه تنافسية, تضمن ان يكون فيه مناخ استثماري جيد, تضمن ان ما يكونش فيه اي نوع من انواع التعقيدات,
وكلف. فاذا احنا عملنا ده واذا اشتغلنا على ده خلاص ساعتها هتقدر تلاقي ان الدنيا هتتحرك. لكن اللي بيحصل عندك ان التدخل الحكومي مره والثانيه والثالثه بيخلق تشوهات على كل مدى انت ممكن تتخيل. ففي الاخر بيطلع عندك الوضع اللي احنا فيه. عشان كده نرجع تاني لاهميه الحوار الوطني. اهميه الحوار الوطني ان احنا النهارده احنا عايزين نعرف يا جماعه الدوله المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه. عشان كده كان مهم مثلا مساله وثيقه سياسات ملكيه الدوله. يمكن انا بتفق مع معظم اللي فيها في بعض الجوانب ممكن اختلف فيها، لكن في النهايه ده مهم. لان النهارده انا ايه اللي يخلي السوق يشتغل وايه اللي يخلي الاقتصاد يشتغل؟ ما هي مساله الثقه في التعامل بين الناس وبعضها، بين الافراد المتعاملين بما فيهم الحكومه نفسها. فالنهارده لما انا اقول انا والله عندي التوجهات بتاعتي، انا عندي هشتغل في كذا وكذا وكذا، القطاعات دي هتخرج منها خلال كذا وكذا وكذا، خلاص الدنيا بقت واضحه. اللي مهم بعد كده هي مساله التنفيذ والتطبيق. طيب كمان علشان نحدد الادوار والمسؤوليات علشان نعرف نشتغل احنا محتاجين ان احنا نتحاور مع بعض. بالمناسبه في الحوار الوطني كان في الجلسات العامه، لكن بعد كده كان في كمان جلسات تخصصيه، وكان بيكون فيها مجموعه كبيره جدا من الناس الخبراء في الموضوع، وكان بيطلع منها حلول. فنرجع تاني المساله كلها ان احنا النهارده محتاجين ان الدوله او الحكومه ترجع خطوتين ثلاثه اربعه لورا، تخرج بره مساله منافسه القطاع الخاص ومنافسه المستثمر، تدي المساحه للمستثمر، ان هي كمان مساله التشوهات السعريه اللي حاصله دي لازم يكون فيها حل. انا عندي اكتر من سعر طبعا من سعر. طبعا وبعدين تاني معلش انا اسف يعني انت اللي جبته قول يعني انا النهارده ما لومش على الناس، ما لومش على المواطن اللي بيروح بيحول الفلوس بتاعته من بره لجوه بره المنظومه طالما المنظومه مش شغاله. ما هو انا النهارده يا جماعه يعني في الاخر انا دوري كدوله انا اشجع المصري في الخارج انه يحول فلوسه وهو ما يخسرش. بالظبط. وبالمناسبه لا صح على موضوع حوله 20% بالعافيه، مش حاجه اسمها ده. ما انا رديت الدوله ملهاش علاقه. لا يعني علشان بس يبقى الناس يعني هي المسألة عشان الناس تبقى هي المساله ان انا النهارده انا محتاج احفز الناس ان هي تشتغل واشجع الناس ان هي تشتغل. ومساله ان انا افرض قيود غير منطقيه يعني ده بيعطل الدنيا مش بيفيدها. فبالتالي تاني دور الدولة المفروض نتفق عليه ان هي الدولة تكون مراقب ومنظم للأسواق، وساعتها الدنيا هتمشي كويس. طيب انا هحتاج ان انا اخد يعني دقيقة والنبي، لان انا هيتقطع على ان هنا فيش فيها هزار. دكتور عمرو، اذا كنا بنتكلم في كده وتحديدا مسألة وانا هنا اتكلم من منظور الاقتصاد السياسي، انا ايه اللي في ايدي اعمله في ظل هذا الجو شديد الاحتقان؟ أسعار كل شيء زادت داخلة من مصر أو خارج من مصر، على الأقل بسبب شركات الشحن، التأمين العالي اللي بيحصل في البحر الأحمر، اللي بيحصل في أوكرانيا، ناهينا عن بقية المنطقة. يعني أنت زنقتني في دقيقة صعب قوي، لكن هحاول لك ثلاث كلمة. ربنا يخليك، دي ثقة. لا والله ده حدود. لكن في دقيقة، أنا دايما أقول هذا الكلام، بقالي 25 سنة بنقول هذا الكلام. ما عندناش مشكلة اقتصادية، عندنا مشكلة إدارة اقتصادية. المنظومة والنسق لسه جاي، وانا بتكلم مع ابني فقال لي كلمة جميلة قوي لازم اقولها. انا هاف تو جيف هيم ذا كريديت، يعني قال لي بابي دونت بلاي ذا بلايرز بلاي ذا جيم، بليم ذا جيم، دونت بليم ذا بلايرز بليم ذا جيم. ما تعبش على اللعيبة، منتخب مصر ما تعبش على اللعيبة، اللعيبة زي الفل ممتازين، محمد صلاح ما فيش احسن، عيب على المنظومة كلها. فاحنا مشكلتنا في الاداره. كتاب الاقتصاد بيقول لنا ايه ال5 ام اللي حضرتك اتكلمت عليها، ال5 ام الفور سيز، ال3 اف، ال5 ام، مان ماني ماشين مانجمنت ماركت. عندنا فلوس، عندنا فلوس، عندنا شباب زي الفل، عندنا طاقه انتاجيه، عندنا ماركتس، عند افريقيا ماركتس و110 مليون. مشكله في الاداره، محتاجين نعيد التفكير في المدرسه الاقتصاديه، وزي ما قال محمد بيه في دور الدوله رجليتر محمد فريد. هرجع بسرعه الدكتور هشام عشان قال لي ما تفوتليش موضوع 10 فبراير. الناس دي جايه بص احنا ما عدناش نتكلم، احنا بنتكلم بموضوعيه وبخطوات فعليه. احنا عدنا 45 دقيقه طلعنا بقرارات، خدنا من كل سيشن واحد، عملنا القرار، خدنا القرار في نفس اليوم، وعملنا الجدول، والجدول اتعمل. احنا من 8:30 ل9 بالليل هنبقى شغالين، وفي مفاوضات مع شركات مصريه وتحددت، وكل شركه بعتها وعارفه ده هيقعد مع مين، وده الكلام ده احنا عملناه كله في قد ايه؟ في 3 اشهر. 3 اشهر بنشتغل مزيكا تمام. وفي شركتين اوريدي شغالين هنا هولنديين، واحنا هنزود ان شاء الله ده. بس لا في حاجه تاني. لا الحل ايه؟ الحل إيه البلد؟ لا يا فندم الحل، انا ما كملتش الدقيقه. الحل ان انت لازم الزراعه اهم شيء، لازم ننتج يا فندم. طبق اقتصاد حرب،
مش عايزين نجيب من بره، كل من بلدك، ازرع من بلدك، لو لبسك اللي انت بتشتريه ده اقل جوده اشتريه. احنا لازم مش هنطلع من اللي المشكلة احنا فيه، مش اقل جوده، ما احنا بنقول حتى لو احنا اقل جوده يا فندم. احنا مشكلتنا في الدولار، انا الدولار ده انا عايزه ايه عشان استورد؟ لا انا مش عايز استورد، انا هاكل اللي عندي. احنا كنا بناكل محلولة فرخه عشان في الاسبوع ايام الاقتصاد العظيم جمال عبد الناصر. ايوه ايام جمال عبد الناصر، ايوه يا سيدي، وعدينا. لا في الدقيقه بتاع الدكتور ناصر عبد الله نرجع نروح. انا هقول لك ليه، بس انا هقول لك واحنا ماشيين ليه بقول لك عايزين عبد الناصر تحديدا. الوثائق المصريين مش عاوزين يعترفوا بالكلام، يعني الوثائق والاوراق مطلوبه لكن الاجراءات مطلوبه اكتر. الاداره الممكنه، صح، لان اداره بدون تمكين بدون تمكين بدون توسيع الفرصه لتمام حتى ان تحدث على النتائج. الاهتمام بالصناعه والزراعه، لا قول يعلو فوق الاهتمام بالاقتصاد الانتاجي بخطوات، عينك على التصدير، ونستغل صحوه المصريين في حاجتهم للتصدير وللدولار هذا الاستغلال الايجابي في المرحله المقبله بقوانين واجراءات. الامر الاداري المتعلق بالعقوبه والهيكله الاداريه، نحن نحتاج الى نموذج مصري وطني يخرج من الحوار الوطني، يكون حوارا وطنيا فعلا للقضاء على البيروقراطيه في الاقتصاد الجزئي. نحن لدينا مصيبه كبرى وكارثه في الاقتصاد الجزئي في التعامل مع الافراد في مصالحهم الحكوميه في المشاريع الصغيره والمتوسطه ورواد الاعمال، وهم عماد اي اقتصاد يريد ان يصبو ويحبو ويكبر وينمو. وبكل انا بس احب اشكرك على 20% اللي انت قلتها. لا 20% ليه بقى؟ لا يا بقى مش مهم 20%، ان انت بتقضي على حاجه مهمه جدا في الاقتصاد، اي بي سي في كتاب الاقتصاد، الانسرتينيتي، انك انت تخلق انسرتينيتي في الاقتصاد، عدم التاسف ممكن تخلقه جدا، اسوء شيء بيقلق الناس. انا عايز اكمل معاك، وان كنت ارى انه انا فعلا مش هزار، وهقترح ده على زملائي واداره القناه، ان احنا لو وقتكم هيسمح كل سبت نقعد نفس المجموعة وكأنها مائدة مستديرة. دكتور عمرو قال غالبا يعني هيبقى وقته ما بيسمح، بالعكس احنا هنحاول يعني اذا وقتكم يسمح. اتمنى انه يبقى كل سبت نبقى موجودين لحد ما يمكن احنا هنساعد قدر الاستطاعة في ايجاد حلول. انا عايز اشكركم جدا على وجودكم معايا، وديكم شفت هو لا اتكلمت عن كارل ماركس ولا فريدريك انجلز ولا قلت اي حاجة. ربنا يكرمنا بقى نطلع لقدام بقى كفاية بقى. ربنا مش هيكرمنا غير بدول. كل الشكر سيادة النائب محمد فريد، كل الشكر دكتور عمرو صالح، كل الشكر دكتور هشام فريد، كل الشكر دكتور أسر الشرقاوي من باب المناكفة، وما خدنيش معاكم الدنيا. نورتوني وشرفتوني، واتمنى فعلا ان احنا نتقابل تاني السبت الجاي والسبت اللي بعده. الموضوع فعلا مهم، وانا فعلا مستفيد بحضور حضراتكم، يعني بالنسبه لي ده فود فور ثوت. عشان تسمع الهولنديين طبعا هنجيب الهولنديين، انا موجود. لا هترجم لك انا. اشكركم جدا. وخلصت الحلقه لحد كده للاسف الشديد، وان كان ان شاء الله حالا يكون موجود معانا رجائي رمزي وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كلنا العمر فنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.